اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 2 which is entitled determining the types of roots of a quadratic equation. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر من الدروس السهله، هنتعرف فيه ازاي نحدد التايبس بتاعت الروت للكوادراتيك ايكويشن. طب يعني ايه كلمه تايبس اوف روتس؟ هو يقصد ايه؟ احنا من الدرس اللي فات والدرس اللي قبليه عرفنا لما كنا بنحل الكوادراتيك ايكويشن يا اما كان هيطلع لي 2 ريل روتس او ممكن يطلع لي 2 ايكوال روتس او ممكن يطلع لي 2 كومبلكس ايه؟ 2 كومبلكس روتس. يبقى انواع الروتس اللي عندي يا اما ريل يا اما ريل وايكوال يا اما ايه؟ يا اما كومبلكس. طب احنا الدرس اللي فات واللي قبليه كنا فعلا بنحل ونطلع الروتس. طيب الدرس ده هنعمل فيه ايه؟ الدرس ده احنا هنحدد نوع الروتس من غير ما نحل الايه؟ الايكويجن. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنعمل الكلام ده عن طريق ان احنا نتعامل فقط مع الديسكريمنت اللي موجود في جنرال فورميولا. انا عندي جنرال فورميولا بتطلع الروتس بتاعتنا، واحد بيطلع بالبوزيتيف والتاني بيطلع بالنيجاتيف. الالجبريك اكسبريشن اللي يهمني هنا اللي هتعامل معاه اللي هو البي سكويرد ماينس 4 اي سي. البي سكويرد ماينس 4 اي سي بنسميها الديسكريمنت، ودي ليها عندي ثلاث حالات. يا اما تكون بوزيتيف فاليو، وفي هذه الحاله الروتس عندي هيبقوا 2 ديفرنت ريل روتس، وهتكون الرسمه بتاعتي يا اما كده يا اما كده على حسب الساين بتاعت الكوفيشن بتاعت الاكس سكويرد. طيب ممكن البي سكويرد ماينس 4 اي سي ايكوال 0، في هذه الحاله بنقول ان عندنا 2 ايكوال ريل روتس، بس لما كنا بنكتبهم في سوليوشن سيت كنا بنكتب جاست 1 فاليو، لكن هم في الاصل 2 ايكوال روتس. طيب الحاله لما يكون البي سكويرد ماينس 4 اي سي هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها الروت تحتيه نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف فاليو، ملهاش حل في الايه؟ في الريل نمبرز. امال ليها حل فين؟ في الكومبلكس نمبرز. وبالتالي هيكون عندي 2 كومبلكس روتس طبعا اند نون ريل. هو المفروض طالما كومبلكس يبقى اكيد ايه؟ نون ريل. وبيبقى شكل الايكويشن في الريل دومين بيبقى بالمنظر ايه؟ بالمنظر ده. يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 1. بيقول لي ديتيرمين ذا تايب اوف ذا تو روتس اوف ايتش اوف ذا فولوينج ايكويشنز. لازم ناخد بالنا من الهيد اوف ذا كويتشن. هنا بيقول لي ديتيرمين، في مسائل ثانيه هيقول لي ديتيرمين، وفي الاخر يقول لي اند فاين ذا تو روتس. هنا ديتيرمين يبقى هنتعامل مع البي سكويرد ماينس ال 4 اي سي. حسب ما هتطلع، طلعت بوزيتيف يبقى التايب بتاعت الروتس تو ريل روتس، ولو طلعت ديسكريمنت بزيرو يبقى التو روتس ار ريل اند ايكوال، ولو طلعت ديسكريمنت ليس ذان زيرو يعني نيجاتيف فاليو يبقى التو روتس ار كومبلكس اند ايه؟ اند نون ريل. طيب هنا نعرف الاي والبي والسي. الاي عندي ب 1، البي عندي بنيجاتيف 3، والسي عندي بكام؟ ب 5. يبقى البي سكويرد ماينس 4 اي سي هت ايكوالز معانا نيجاتيف 3 سكويرد ماينس 4 تايمز الاي ب 1 تايمز السي بكام؟ ب 5، اللي هي هت ايكوالز معانا 9 ماينس 20 اللي هي نيجاتيف 11. يبقى سينس ان البي سكويرد ماينس ال 4 اي سي ليس ذان 0 يبقى ذان ذا تو روتس ار كومبلكس اند نون ريل. ذا تو روتس ار كومبلكس اند نون ريل. المسألة اللي بعد كده الاي عندي ب 1، البي عندي ب 10، السي عندي ب 25. يبقى البي سكويرد ماينس 4 اي سي هت ايكوالز 10 سكويرد ماينس 4 تايمز 1 تايمز السي عندي ب 25 اللي هي 100 ماينس ال 100 اللي هي كام؟ اللي هي 0. يبقى سينس ان البي سكويرد ماينس ال 4 اي سي ايكوالز 0 زين ذا تو روتس or real and equal. نجيب ال 4 هنا يبقى انا عندي 3x squared plus 10x minus ال 4 equals 0. ال a عندي ب 3 وال b عندي ب 10 وال c عندي بكام؟ بنيجاتيف ال 4. يبقى ال b squared minus 4 ac هت equals 10 squared ماينس 4 تايمز الاي ب 3 تايمز السي عندي بكام؟ بنيجاتيف ال 4 اللي هي هت ايكوالز 100. الكلام ده هيبقى عندي ماينس 4 تايمز 3 بنيجاتيف 12 تايمز نيجاتيف 4 بوزيتيف 48 يبقى بلس ال 48 اللي هي
148 يبقى سينس ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي جريتر زين الزيرو يبقى زين ذا تو روتس ار ريل اند ديفرنت. يلا نشوف مسائل التراي. نفس الكلام determine the type of the two roots. عندي هنا الـ A equals 1، عندي الـ B equals negative 7، عندي الـ C equals كام؟ equals 10. يبقى الـ B squared minus الـ 4AC هت equals negative 7 squared minus الـ 4 times الـ A عندي بـ 1 times الـ C بكام؟ بـ 10 اللي هي هيبقى 49 minus الـ 40 اللي هي كام؟ اللي هي 9. هنقول كده since ان ال b squared minus ال 4ac greater than 0 يبقى than the two roots are real and different. يلا اللي بعديها ال a عندي ب 1 ال b عندي ب 4 ال c عندي ب 5 يبقى ال b squared minus ال 4ac هت equals 4 squared minus 4 times 1 times c عندي ب 5 اللي هي 16 minus 20 اللي هي negative كام؟ negative ال 4. يبقى sense ان ال b squared minus 4ac less than 0 يبقى then the two roots are complex and non-real. نجيب دي هنا يبقى انا عندي 4x squared minus 12x plus 9 equals 0 يبقى انا عندي الـ a equals 4 والـ b equals negative 12 والـ c equals 9 يبقى الـ b squared minus الـ 4ac هت equals negative 12 squared minus 4 times الـ a عندي 4 times الـ c عندي بكام؟ بـ 9 اللي هي هتديني 144 الكلام ده ماينس 4 تايمز 4 ب 16 تايمز 9 هيديني 144 اللي هي بكام؟ ب 0. يبقى سينس ان ال b squared minus 4ac equals 0 then the two roots are real and equal. يلا نشوف example 2 بيقول لي proof that the two roots of the equation D are two complex and non-real roots. يعني اكنه بيقول لي اثبت ان ال b squared minus 4ac less than 0. وبيقول لي بعد كده then use the formula to find these two roots. وبعد كده هنحل بجنرال فورميولا ونطلع ال two roots. مسائل طبعا سهلة قوي. يلا ال a عندي بكام؟ ال a عندي ب 7 ال b عندي negative 11 وال c عندي بكام؟ ب 5 يبقى ال b squared minus 4ac هت equals negative 11 squared minus 4 times ال a عندي ب 7 times ال c عندي بكام؟ ب 5 اللي هي negative 11 squared 121. هنا minus 4 times 5 negative 20 times 7 negative 140 الكلام ده هيديني negative كام؟ 19. يبقى sense ان ال b squared minus ال 4ac less than 0 يبقى then the two roots are complex and non-real. يلا نجيب التو روتس بالجنرال فورميولا. احنا عندنا x1 و x2. x1 و x2 هي equals negative b positive negative root b squared minus 4ac divided it to a اللي هي equals negative b يعني negative negative 11 ب 11 positive negative root b squared minus 4ac مطلعينها ب negative 19 divided 2 times a اللي هي كام؟ اللي هي 14 اللي هي equals معانا 11 positive negative root 19i over ال 14. يبقى then ال x1 عندي هي equals 11 plus root 19i divided ال 14 وال x2 عندي هي equals 11 minus root 19i
ديفايدد الايه؟ ال 14. طيب يلا نشوف المسألة اللي بعد كده. مسألة التراي نفس الكلام، مديني الايكويشن، بيقول لي زين بروف ان التو روتس ار كومبلكس ونوت ريل. بيقول لي استعمل الجنرال فورمولا تو فايند تو روتس. نعرف الاي والبي والسي. الاي عندي ب 1، البي عندي نيجاتيف 4، السي عندي بكام؟ ب 5. يبقى البي سكويرد ماينس 4 اي سي هت ايكوالز نيجاتيف 4 سكويرد ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي ب 5 اللي هي هيبقى 16 ماينس 20 which is نيجاتيف الاي نيجاتيف 4. يبقى سينس ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي ليس ذان 0 يبقى ذان ذا تو روتس ار كومبلكس اند نوت ريل او نون ريل. ذا تو روتس ار كومبلكس اند نوت ريل. طيب احنا عايزين بعد كده نجيب التو روتس و x1 و x2 هي ايكوالز نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت b squared minus 4ac divided 2a اللي هت equals معانا نيجاتيف b يعني 4 لان نيجاتيف نيجاتيف 4 ب 4 بوزيتيف نيجاتيف روت الفاليو دي احنا مطلعينها بنيجاتيف 4 divided 2a اللي هي كام 2 times 1 ب 2. طبعا روت نيجاتيف 4 اللي هو روت 4i squared اللي هو 2i يبقى دي هت equals معانا هيبقى 4 بوزيتيف نيجاتيف ال 2i ديفايدد الايه ال 2. ناخد ال 2 كومن فاكتور من فوق يتبقى عندي 2 بوزيتيف نيجاتيف الاي ديفايدد ال 2 ده يروح مع ده يتبقى عندي 2 بوزيتيف نيجاتيف اي اي. يبقى الاكس 1 واكس 2 زين الاكس 1 عندي هت ايكوالز 2 بلس الاي والاكس 2 هت ايكوالز 2 ماينس الاي. تعالوا مع بعضنا نشوف اكزامبل 3 ونتعرف على نوعيه تانية من المسائل بتجيلي في الجزئيه دي. بيقول لي هنا if the two roots of the equation دي are equal يبقى هو مديني التايبس بتاعت الروتس يبقى هو مديني كونديشن يبقى انا عرفت هنا ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. بيقول لي بعد كده find الريل فاليوز للكي وفايند التو روتس. نحل المساله دي ازاي؟ نعرف الاي والبي والسي ونعوض في الايكويشن بي سكويرد ماينس 4 اي سي ايكوالز ايه ايكوالز 0. هنا اكس سكويرد ماينس كي اكس بلس 2 كي ماينس 4 اكس بلس 5 ايكوالز ايه ايكوالز 0. الاكس سكويرد لوحدها عندي ترمات فيها اكس نعمل ايه؟ اكتب على طول بلس اكس اولويز بلس ونقوم براكت نبص بعينينا اللي مع الاكس هنا نيجاتيف الكي نحط نيجاتيف كي نمشي تاني اللي مع الاكس نيجاتيف 4 نعمل نيجاتيف 4 يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي بلس 2 كي بلس مين؟ بلس ال 5 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. دلوقتي نقدر نعرف الاي والبي والسي. الاي عندي ايكوالز 1 اللي هو الكوفيشنت اللي موجود هنا. طب والبي ايكوالز نيجاتيف الكي ماينس ال 4. طب والسي عباره عن 2 كي بلس مين؟ بلس ال 5. هنقول سينس ان the two roots are equal يبقى then b squared minus 4ac equals 0. ال b squared يعني negative k minus 4 squared كلام ده minus ال 4 times ال b1 times ال c عندي بال 2k plus ال 5 الكلام ده equals كام؟ equals 0. ال first squared بk squared وبعد كده twice the first times the second يعني هيبقى plus 8k عشان عندي negative times negative positive. بعد كده plus 16 هنا هيبقى minus 4 times 2k minus 8k وعندي هنا هيبقى minus 4 times the 5 minus 20 equals كام؟ equals 0. ده كده راح مع ده كده يبقى انا عندي k squared plus 16 minus 20 يبقى ايه؟ minus 4 equals كام؟ equals 0. يبقى ال k squared equals 4 يعني ال k equals positive negative root 4 اللي هي positive negative ايه 2. يبقى انا عندي 2 values لمين؟ لل k positive 2 و negative 2. هو طالب بعد كده two roots بقات k equals كام؟ equals 2. الايكويشن عندي اسمها ايه؟ هيبقى عندي x squared الكلام ده plus ال x times هنا minus 2 minus 4
بلس 2k يعني بلس ال 4 بلس مين؟ بلس ال 5 ايكوالز 0. يعني هيبقى عندي هنا x سكويرد الكلام ده ماينس 6x، وعندي هنا بلس 9 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. وده هيديني هنا هيبقى x ماينس 3 تايمز x ماينس 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى انا عندي 2 روتس زين x1 ايكوالز 3 و x2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 3. طيب لما تكون عندي الكي بنيجاتيف 2 at k ايكوالز نيجاتيف 2، ده معناه ايه؟ ان انا عندي الايكويجن اللي هي دي هتبقى x سكويرد الكلام ده بلس x تايمز نيجاتيف نيجاتيف 2 ب 2 يبقى 2 ماينس 4، وعندي هنا هيبقى بلس 2 تايمز نيجاتيف 2 اللي هي نيجاتيف 4، نيجاتيف 4 بلس ال 5 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0، اللي هي x سكويرد ماينس 2x بلس ال 1 ايكوالز 0، اللي هي هتديني x ماينس ال 1 تايمز x ماينس ال 1 ايكوالز 0. يبقى التو روتس اللي عندي x1 ايكوالز 1 و x2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. يلا نشوف مساله التراي. هنتدرب على نفس النوعيه من المسائل. يقول لي find the real value of k which makes the two roots of the equation دي equal وفايند ذيس تو روتس زي اللي فوق بالظبط. طيب نحدد الاي والبي والسي. الاي عندي هنا ايكوالز 4 والبي عندي هنا ايكوالز نيجاتيف 8 والسي عندي ايكوالز كي. الديسكريمينانت بيكون بزيرو لما بيكون التو روتس ايكوال. يبقى سينس ان ذا تو روتس ار ايكوال يبقى زين البي سكويرد ماينس 4 اي سي ايكوالز 0. البي سكويرد يعني نيجاتيف 8 سكويرد كلام ده ماينس 4 تايمز 4 تايمز السي عندي بكي ايكوالز 0. يعني ال 64 ماينس 16 كي ايكوالز 0. ده معناه ان ال 16 كي ايكوالز 64، يعني الكي عندي ايكوالز 64 ديفايدد 16 ويتش از الايه؟ ويتش از ال 4. هو عايز بعد كده التو روتس يبقى ات كي ايكوالز 4 at k equals 4 then هيبقى 4x squared minus 8x plus 4 equals 0. نعمل divided 4 يبقى x squared minus 2x plus 1 equals كام؟ equals 0. ده اللي هيديني 2 bracket x minus 1، وعندي هنا x minus 1 equals كام؟ equals 0. يبقى then ال x1 equals 1 والx2 equals كام؟ equals برضو 1. وده طبيعي ان هو بيقول لي ان هما التو روتس ار ايه؟ ار ايكوال. اكزامبل 4 بيقول لي find the real values of m which satisfies that the equation d has no real roots او بمعنى اخر has no solutions in r. هي نفس المساله اللي فاتت بس الهيد اوف ذا كويشن مختلف. هو هنا بيقول لي هات لي الام اللي تخلي الايكويشن دي ملهاش real roots. ينفع نقول ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي ايكوالز 0؟ لا، equals zero دي real and equal. ناخد بالنا الحالة الوحيدة اللي ما يكونش ليها real roots اللي هي تكون complex. في الحالة دي لازم يكون b squared minus 4 ac less than zero. ما ينفعش نقول less than or equal، less than zero. يبقى in order to have no real roots، يبقى in order to have no real roots b squared minus 4ac less than 0. طيب نحدد الـ a والـ b والـ c. الـ a عندي عبارة عن 1، الـ b عندي عبارة عن negative 2m minus 1، والـ c عندي equals a m squared. طيب يبقى b squared minus 4ac less than 0 ده معناه ان negative 2m minus 1 سكويرد الكلام ده ماينس 4 تايمز 1 تايمز سي اللي هي ام سكويرد ليس ذان 0. يعني النيجاتيف ده طبعا هيروح عشان عندي هنا سكوير. يبقى عندي 2 ام ماينس 1 سكوير اللي هي الفيرست سكويرد اللي هي 4 ام سكويرد ماينس توايس الفيرست تايمز السكند يبقى 4 ام. انا قلت ماينس عشان هنا في ايه؟ ماينس. الكلام ده بلس ال 1 ماينس 4 ام سكويرد ليس ذان 0. طبعا ده كده راح مع مين؟ مع ده كده. يبقى نيجاتيف 4m بلس ال 1 ليس ذان 0، يعني نيجاتيف 4m ليس ذان نيجاتيف 1. نعمل تايمز نيجاتيف 1 او ديفايدد نيجاتيف 1 يبقى 4m
هنا 1 وناخد بالنا بالنسبة للانيكواليتي. لما اجي اعمل مالتيبليكيشن باي نيجاتيف او ديفايد باي نيجاتيف لازم اغير الكونسترين ده، يبقى هنا هيبقى ال 4m جريتر ذان ال 1 يعني ال m جريتر ذان 1 اوفر الايه ال 4. يبقى الريل فاليوز اوف m اللي بتساتسفاي الايكويشن لازم تكون اكبر منين؟ من الـ. يبقى ذان ال m عندي هيبلونجز تو ايه؟ هي جريتر ذان ال 1 اوفر 4 يعني 1 اوفر 4 وايه؟ وانفينيتي. يلا نشوف المساله اللي بعديها. بيقول لي find the real values of k which satisfy that the equation d has two real roots. ناخد بالنا بقى real roots يعني ال b squared minus 4ac هتبقى greater than a الزيرو. بس ناخد بالنا لو طلعوا two equal real roots الكونديشن ده لازم احط a or equal. يبقى لما يقول لي two real roots ويسكت لازم افترض ان هما ممكن يكونوا equal، وبالتالي احط هنا ايه في الانيكواليتي or a or equal. يبقى in order to have two real roots ال b squared minus 4ac must be greater than or equal a 0. طيب نحدد a و b و c. ال a عندي equals 1 وال b عندي equals 2 times k minus 1 وال c عندي equals كام؟ equals k squared. طيب b squared minus 4ac greater than or equal 0. ال b squared عندي ب 2 times k minus 1 كلام ده squared minus 4 times a عندي ب 1 times c عندي ب k squared. الكلام ده greater than or equal كام؟ 0. هنا 2 squared ب 4 open bracket انا عندي هنا هيبقى k squared minus 2k plus 1 اللي هو الفيرست squared وده twice الفيرست times السكند وده السكند squared. الكلام ده minus 4 k squared greater than or equal 0. ادخل ال 4 هنا يبقى 4 k squared minus 8 k plus 4 الكلام ده minus 4 k squared greater than or equal 0. ده كده يروح مع مين؟ مع ده كده. يبقى انا عندي negative 8 k greater than or equal negative 4. ودينا الناحية التانية نعمل divide negative 4 يبقى تديني هنا 2 k. ناخد بالنا هنا هيبقى 1. هنا اعمل ايه؟ انا عملت هنا ديفيجن باي نيجاتيف ايه؟ باي نيجاتيف فاليو. يبقى لازم اغير الكونسترين ده. تمام؟ يبقى انا عندي الكي ليس ذان اور ايكوال كام؟ 1 اوفر 2. يبقى الكي هتبلونجز تو هنا الكي ليس ذان 1 هاف. يبقى انا عندي من اول النيجاتيف انفينيتي لحد ال 1 اوفر 2. ال 1 اوفر 2 كلوزد عشان عندي هنا ايه؟ اور ايكوال. يلا نشوف مساله التراي. يقول لي if the equation D has no roots in R. يعني بيقول لي الروتس عندك كومبلكس. Find the real values of M. يبقى since the equation has no roots in R. يبقى then ال B squared minus 4AC less than 0. وعندي ال A equals ال A عندي بكام؟ ب M squared. وعندي ال B بت equals 2M minus 2 وعندي C equals 1. يلا نعوض B squared يعني 2M minus 2 squared minus 4 times ال A M squared times C ب 1 less than 0. يبقى هنا 4M squared twice the first times the second يبقى negative 8M كلام ده plus 4. هنا هيبقى minus 4m squared less than 0 ده راح مع ده يبقى negative 8m الكلام ده هيبقى less than negative 4. نعمل divided negative 4 زي المسألة اللي فاتت بالظبط. يبقى انا عندي 2m هنا هيبقى 1. ناخد بالنا لازم اغير الساين دي. اوكي يبقى انا عندي ال m هتبقى greater than 1 over 2. يبقى then ال m عندي هتبلونجس لمين؟ لل 1 over 2 والانفينيتي. يلا نشوف المسألة اللي بعديها. يقول لي prove that for all real values of A there is no real roots for the equation. يعني أي value تاخدها ال A لازم ال equation دي تديك complex roots. طب نعمل إيه؟ نخش على الكونديشن على طول b squared minus 4ac نشوف شكله هيبقى عامل إزاي عشان ما يبقاش dependent على مين؟ على ال A. يلا نعرف ال A وال B وال C. ال A عندي equals 4
طيب والبي عندي، البي عندي ايكوالز نيجاتيف 12 ايه. طيب والسي عندي، والسي عندي هت ايكوالز 9 ايه سكويرد، الكلام ده بلس مين؟ بلس الفور. يبقى البي سكويرد ماينس 4 اي سي هت ايكوالز كام؟ البي سكويرد يعني النيجاتيف 12 ايه باور 2، هيبقى ماينس الفور تايمز الاي عندي بفور تايمز السي عندي بناين اي سكويرد بلس مين؟ بلس الفور. اوكي يبقى هت ايكوالز معانا هنا هيبقى 144 اي سكويرد، الكلام ده هنا 16 تايمز ال 9 ب 144 هيبقى ماينس 144 اي سكويرد، الكلام ده ماينس 60 ايه 64 ده كده راح مع ده كده، يبقى هنا زين البي سكويرد ماينس 4 اي سي هت ايكوالز معانا نيجاتيف 64، يبقى البي سكويرد ماينس 4 اي سي اداني نيجاتيف فاليو، والنيجاتيف فاليو دي ما بتعتمدش على ايه خالص، يبقى سينس ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي ايكوالز نيجاتيف فاليو and doesn't depend on a on the variable a. يبقى then for all values of a there is no real roots of this equation. تعالوا مع بعضنا نشوف ريمارك بيجي عليها مجموعه من المسائل المهمه. لو انا عندي كوادراتيك ايكويشن والكوفيشنتس بتاعتي اللي هي الاي والبي والسي، الثلاثه دول راشونال نمبرز، وفي نفس الوقت الديسكريمينانت عندي بيرفكت سكوير، في هذه الحاله الروتس بتاعتي هيبقوا ريل راشونال. اوكي ريل راشونال. ولو الاي والبي والسي كانوا الراشونال نمبرز وبرضه لازم يكون الديسكريمينانت بيرفكت سكوير، في الحالة دي هيبقى الروتس ريل الراشونال نمبرز. تعالوا نوضح مع بعضنا الكلام ده في التو اكزامبلز دول. الايكويشن دي 3x سكويرد ماينس 5x ماينس 2، ال 3 والنيجاتيف 5 والنيجاتيف 2 دول راشونال. يعني ايه راشونال؟ يعني ممكن اكتبهم على الصورة A اوفر ال B، والديسكريمينانت عندي لما نيجي نحسبه هيطلع 49، وال 49 بيرفكت سكوير عشان 7 تايمز 7. في هذه الحالة لازم التو روتس اللي عندي لما يجي يطلعوا هيطلعوا ريل راشونال. اوكي اللي هم مين؟ اللي هم التو والاي والنيجاتيف 1 اوفر 3. طيب لو ظهر عندي الراشونال نمبر في وسط الكوفيشنز ديت زي مين؟ زي روت 5 كده، 2 روت 5 ده الراشونال، عشان الروت 5 ده ما اقدرش اكتبه على الصوره اي اوفر بي. مين تاني الراشونال؟ روت ال 3 روت ال 2 روت ال 7، كل الروتس اللي هي مش بيرفكت سكوير. لكن مثلا روت 16 لا ده مش الراشنال، ده راشنال عشان بيديني ايه؟ بيديني 4. في هذه الحاله التو روتس هيطلعوا ريل الراشنال، بس الشرط بتاعي الاساسي ان الديسكريمينانت لازم يكون بيرفكت سكوير. اوكي يعني مثلا الحاله دي التو روتس هيطلعوا روت 5 بلس 2 وروت 5 ماينس 2. روت 5 بلس 2 ده هل هو راشونال ولا الراشونال؟ انا عندي ال2 عندي راشونال، ولكن طالما عندي راشونال حصل له بلس اور ماينس مع الراشونال الناتج بيبقى الراشونال. طيب يلا نشوف اكزامبل 6. بيقول لي الاي والبي ار راشونال نمبرز. الاي والبي معنى كده ان الكوفيشنت بتاع الاكس سكويرد والاكس والفري تيرم كلهم راشونال. يقول لي بروف ان التو روتس ار ايه؟ ار راشونال. نعمل ايه؟ نجيب البي سكويرد ماينس الفور اي سي، نجيب الديسكريمينانت. لازم الديسكريمينانت بتاعي يطلع بيرفكت سكوير. لو قدرت تثبت ان الديسكريمينانت بيرفكت سكوير في هذه الحاله بنقول ان التو روتس هيكون راشونال، ان هو بيقول لي الاي والبي راشونال. طيب الاي عندي بكام؟ الاي عندي هنا عباره عن ايه؟ اللي هي دي. ناخد بالنا الاي ديت ده اسم الكوفيشنت بتاع الاكس سكويرد، والاي دي الفاليو بتاعته. طيب والبي عندي بكام؟ البي عندي باي سكويرد بلس بي سكويرد. والسي عندي بكام؟ السي عندي باي بي سكويرد. طب يلا البي سكويرد
ماينس 4 اي سي هت ايكوالز معايا ايه؟ البي سكويرد، يعني اي سكويرد بلس البي سكويرد اول اوفر سكويرد ماينس 4 تايمز اي، ناخد بالنا تايمز اي الفاليو بتاعتها ايه؟ يبقى 4 اي تايمز سي، السي عندي عباره عن اي بي سكويرد اللي هي هت ايكوالز، نفك دي يلا، تبقى اي باور 4 الكلام ده بلس توايس الفيرست تايمز السكند، يعني 2 اي سكويرد بي سكويرد الكلام ده هيبقى بلس بي باور 4 ماينس 4 اي سكويرد بي سكويرد، هنا بلس 2 وهنا ماينس 4 يبقى هيديني اي باور 4 الكلام ده ماينس 2 اي سكويرد بي سكويرد الكلام ده بلس البي باور 4، ده عباره عن كده اي سكويرد ماينس البي سكويرد اول اوفر سكويرد. طيب هل ده بيرفكت سكوير؟ اه بيرفكت سكوير. ليه؟ لانه متكون من تو نمبرز زي بعض اللي هم مين؟ اللي هم اي سكويرد ماينس البي سكويرد واي سكويرد ماينس البي سكويرد. اوكي؟ يبقى سنس ان بي سكويرد ماينس 4 اي سي از ا بيرفكت سكوير اند A و B and C are rational numbers يبقى then the two roots of the equation are rational. تعالوا مع بعضينا نشوف مسألة التراي. يقول لي if A is a rational number prove that ان two roots للإكويجن ديت are rational. المسائل اللي زي دي بيبقى المطلوب فيها ان احنا نثبت ان discriminant perfect square. طب ممكن حد يسألني هي لما الـ A دي تكون rational هل 10 plus 3A rational؟ هل الـ 3A rational؟ يعني الـ rational number لما اعمله times 3 يبقى برضو rational عادي خالص، يعني الـ 2A برضو rational. طيب 10 بلس 3 ايه؟ 10 بلس راشونال يبقى برضو راشونال، وال 15 اوريدي راشونال، يبقى انا متاكد ان الكوفيشن بتاع الاكس سكويرد والكوفيشن بتاع الاكس والابسوليوت تيرم الثلاثه راشونال، يبقى ما فاضليش غير ان انا اثبت ان الديسكريمنت بيرفكت سكوير، يبقى في هذه الحاله التو روتس هيكون راشونال. طيب الاي عندي بكام؟ الاي عندي ب 15. طيب البي؟ البي عندي ب 10 بلس 3A والسي السي عندي ب2A. يلا نجيب الديسكريمنت، زين بي سكويرد ماينس 4AC هت ايكوالز البي سكويرد، يعني 10 بلس 3A سكويرد ماينس ال4 تايمز الاي عندي ب15 تايمز السي عندي ب2A. الكلام ده هيكوالز معايا هنا 100 بلس توايس الفيرست تايمز السكند ب60A، الكلام ده هيبقى بلس 9 اي سكويرد، الكلام ده هيبقى ماينس 4 تايمز 15 ب 60 تايمز 2 ب 120 يبقى 120 اي اللي هي هتيكوالز هنا هيبقى 9 اي سكويرد، الكلام ده ماينس 60 اي، الكلام ده بلس الاي بلس ال 100. لما نيجي نبص لهنا نلاقي ان الروت بتاعه 3 اي والروت هنا 10، يبقى انا عندي 3 اي وعندي 10 والساين عندي هنا نيجاتيف يبقى هنا نيجاتيف. هل ده لو عملته سكويرنج يديني ده؟ نجرب. ده هيبقى 9 سكويرد وده هيبقى 100 توايس الفيرست تايمز السكند يديني بالفعل ده، يبقى انا ممكن اكتب ده على الصوره دي، اكتبه كده 3a ماينس 10 باور كام؟ باور 2 اللي هو هيكوالز ايه؟ اللي هو هيكوالز 3a ماينس 10 تايمز 3a ماينس 10، يبقى بالفعل زين ال b squared minus 4ac is a perfect square. يبقى نقدر نجاوب على السؤال بتاعنا ازاي؟ هنقول كده since in the coefficients of x squared and x and the free term or rational numbers
and the discriminant is perfect square. يبقى then the two roots of the equation are real rational or real rational numbers. يلا نشوف الريمارك اللي بعد كده. اخر ريمارك معانا سهله جدا، بتقول لي لو انا عندي الديسكريمينانت isn't positive يعني نيجاتيف، يعني عندي روت نيجاتيف، في الحاله دي التو روتس بتوعي بيبقوا كومبلكس، لكن مش اي كومبلكس، بيطلعوا معايا كونجيجيت كومبلكس نمبرز. احنا ما خدناش بالنا واحنا بنحل في الدرسين اللي فاتوا ان التو روتس اللي بيطلعوا دايما بيطلعوا لي كونجيجيت نمبرز، يعني زي دي كده. انا عندي المساله دي x سكويرد ماينس 2x بلس 2، يلا نحلها. الـ A والـ B والـ C بكام؟ الـ A عندي بـ 1 والـ B عندي بـ نيجاتيف 2 والـ C عندي بـ 2. الروتس بتاعتي x1 و x2 هت equals نيجاتيف B بلس ماينس روت B سكويرد ماينس 4AC ديفايدد 2A اللي هي B سكويرد نيجاتيف نيجاتيف 2 بـ 2 هيبقى بلس ماينس روت B سكويرد يعني 4 ماينس 4 تايمز الـ A بـ 1 تايمز السي بكام؟ ب 2 ديفايدد 2 اللي هي 2 اللي هي هت ايكوالز عندي هنا هيبقى 2 بوزيتيف نيجاتيف روت عندي 4 ماينس ال 8 يبقى نيجاتيف ال 4 ديفايدد 2 اهو الديسكريمينانت طالع لي نيجاتيف. طيب دي اللي هت ايكوالز ايه؟ دي اللي هي 2 بوزيتيف نيجاتيف 2 اي ديفايدد 2 ناخد كومن فاكتور 2 من فوق يبقى انا عندي 2 هنا عندي 1 بلس ماينس 8 اي divided ال 2 ده يروح مع ده يبقى التو روتس بتوعي x1 بيكوالز معايا 1 بلس الاي والاكس 2 عندي هيكوالز 1 ماينس الايه؟ الاي. احنا دايما كنا بنطلعهم بس احنا دلوقتي عايزين ناكد ان هم لازم يطلعوا كونجيجيت، يعني ده وده الاثنين كونجيجيت ايه؟ كونجيجيت نمبرز. يبقى زي ما انتم شايفين الدرس بتاع النهارده درس يعتبر سهل جدا، مفيش فيه اي مشاكل، كل المسائل بتاعته حتى لو اتنوعت بتبقى برضك المسائل ايه؟ المسائل سهلة. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. اكسرسايز 1 بيقول لي determine the type of the two roots of each of the following equations. علشان نحدد نوع الروتس لازم نجيب الفاليو بتاعت الاكسبريشن b سكويرد ماينس 4ac اللي هو الديسكريمينانت، وعلشان اجيبه لازم نعرف الـ a والـ b والـ c. هنا الـ a عندي بـ 1 والـ b عندي بـ نيجاتيف 2 والـ c عندي بكام؟ والـ c عندي بـ 5. يبقى الـ b سكويرد ماينس الـ 4ac هت ايكوالز نيجاتيف 2 سكويرد ماينس الـ 4 تايمز الـ a بـ 1 تايمز السي عندي ب 5 اللي هي هتبقى 4 ماينس 20 اللي هي نيجاتيف 16. يبقى سينس ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي ليس ذان 0 طلع لي نيجاتيف فاليو، ده معناه ايه؟ ده معناه ان التو روتس ار كومبلكس نمبرز. يبقى ذان ذا تو روتس ار كومبلكس نمبرز. يلا اللي بعديها. الـ A عندي بـ 1 الـ B عندي نيجاتيف 11 الـ C عندي بـ 10 يبقى الـ discriminant اللي هو B squared minus 4AC هي equals نيجاتيف 11 squared minus 4 times الـ A عندي بـ 1 times الـ C عندي بـ 10 اللي هي 121 minus كام؟ الـ 40 اللي هي 81. يبقى since إن الـ B squared minus 4ac greater than 0 يبقى then the two roots are real and different. يلا اللي بعديها.
ال A عندي هنا ب 1، ال B عندي نيجاتيف 10، ال C عندي 25. يبقى ال B squared minus 4AC هي equals نيجاتيف 10 squared minus 4 times 1 times 25 اللي هي هت equals معايا ال 100 minus 100 which is ال 0. يبقى since ان ال B squared minus 4AC equals 0 يبقى then the two roots are real and equal. اللي بعد كده انا عندي هنا ال A 49 ال B negative 14 ال C 1. يبقى ال B squared minus 4AC هت equals negative 14 squared minus 4 times 49 times ال 1 اللي هي هت equals 14 squared 196. كلام ده minus 4 times 9 36 6 وهنكاري up 3. 4 times 16 plus 3 دي 19 which is ال A ال 0. يبقى since ان ال B squared minus 4 AC equals 0 يبقى then the two roots are real and also equal. Two roots are real and equal. Problem 5. ال A عندي هنا ب negative 1 عشان عندي هنا negative sign يبقى negative 1. ال B عندي ب 5 وال C عندي ب negative 30. يبقى ال B squared minus 4AC هي equals معايا 5 squared minus 4 times negative 1 ال C عندي ب negative 30 اللي هت equals 5 squared ب 25. عندي هنا negative 4 times negative 1 positive 4 times negative يبقى ايه؟ يبقى negative 120 اللي هي negative 98.95. طلعت negative value يبقى since ان ال b squared minus 4 ac less than 0 يبقى then the two roots are complex numbers. اللي بعديها هنا ال A عندي ب 2 وال B عندي ب negative 7 وما عنديش C يعني ال C عندي ب 0. يبقى ال B squared minus ال 4 AC هت equals ال B squared هت equals negative 7 squared اللي هي كام؟ اللي هي 49 علشان ال C عندي ب 0 فالترم ده راح. يعني since ان ال B squared minus ال 4 AC greater than 0 يبقى then the two roots are real and different. السؤال اللي بعد كده بيقول لي determine the type of the two roots of each of the following equations. يعني زي اللي فات بالظبط. طب ايه الاختلاف؟ الاختلاف اللي هو مش مظبط لي الايه السكند اوردر ايكويشن، لازم انا اظبطها الاول. هنا هنوزع الاكس هنا وهنا، اكس تايمز اكس اكس سكويرد هيبقى ماينس 2x ونجيب ال5 دي هنا بالنيجاتيف ماينس ال5 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. يبقى الاي عندي ب1 والبي عندي نيجاتيف 2 والسي عندي بنيجاتيف الايه؟ نيجاتيف ال5. يبقى البي سكويرد ماينس 4ac هي ايكوالز نيجاتيف 2 سكويرد minus 4 times ال A عندي ب 1 times ال C عندي ب negative ال A negative ال 5 اللي هي 4 plus 20 اللي هي 24. يبقى since ان ال B squared minus ال 4 AC greater than 0 positive value معنى كده ان ال 2 roots are real and different. Then the two roots are real and different. المسألة اللي بعديها لازم نخلي الترمز دي في الليفت هاند سايد ونساويها بالزيرو. يبقى انا عندي 6x squared الكلام ده هيبقى minus 19x plus 15 equals 0. ال A عندي ب 6 ال B عندي negative 19 ال C عندي بكام؟ ب 15.
يبقى انا عندي البي سكويرد ماينس 4 اي سي هي ايكوالز نيجاتيف 19 سكويرد ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 6 تايمز السي عندي بكام؟ ب 15 اللي هي هتيكوالز معانا 19 سكويرد ب 361 الكلام ده هيبقى ماينس 4 تايمز ال 15 تديني 60 60 تايمز ال 6 تديني ايه؟ 360 اللي هتديني كام؟ هتديني 1 يبقى سنس ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي جريتر ذان 0 then the two roots are real and different. زي ما انتم شايفين يا جماعه الدرس سهل جدا مفيش فيه اي مشاكل خالص. طيب اللي بعد كده هنا x minus 11 تكتب عادي عشان ما عنديش حاجه بره تتوزع عليها. هنا negative x times x negative x squared ونيجاتيف x تايمز نيجاتيف 6 ببوزيتيف 6x ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى هنا نيجاتيف x سكويرد الكلام ده بلس 7x ماينس 11 ايكوالز 0. الاي عندي بنيجاتيف 1 البي عندي ب 7 السي عندي بنيجاتيف 11. يبقى البي سكويرد ماينس 4ac هيبقى 7 سكويرد ماينس 4 تايمز الاي بنيجاتيف 1 تايمز السي بنيجاتيف 11 اللي هي ايكوالز معانا 49. الكلام ده هيبقى ماينس ال 44 which is ال 5. يبقى سنس ان البي سكويرد ماينس ال 4 اي سي جريتر ذان 0 يبقى ذان ذا تو روتس اور ريل اند ديفرنت. المسألة اللي بعد كده نفك البراكت ده الفيرست سكويرد يعني اكس سكويرد الكلام ده بلس توايس الفيرست تايمز السكند يبقى 4x بلس ال 4 بلس مين؟ بلس ال 5 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. ده معناه ان x سكويرد بلس 4x بلس ال 9 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. نعرف ال a وال b وال c. ال a عندي ب 1 ال b عندي ب 4 ال c عندي بكام؟ ب 9. يبقى ال b سكويرد ماينس 4ac هيكوالز معانا البي سكويرد عندي ب 4 سكويرد هيبقى ماينس 4 تايمز 1 السي عندي ب 9 يبقى هيديني 16 ماينس 36 which is نيجاتيف 20 طلعت بنيجاتيف فاليو يبقى الروت 9 كومبلكس. يبقى سنس ان البي سكويرد ماينس 4ac less than 0 then the two roots or complex numbers. اللي بعديها لما نيجي نبص هنا عشان اتخلص من الاكس اللي موجوده في الدينومينيتور لازم اعمل للايكويشن كلها ملتيبليكيشن باي اكس. يبقى هنا ملتيبلاي ذا هول ايكويشن او ذا ايكويشن باي اكس. الاكس تخش مع الاكس تبقى اكس سكويرد. الاكس تخش على الفراكشن ده هتروح مع الاكس اللي تحت يبقى ال 9 اللي فوق. الكلام ده هيديني بردك لازم الاكس تخش هنا بعمل ملتيبيكيشن للليفت هاند سايد والرايت هاند سايد يبقى 6x. نودي ال 6x هنا بالنيجاتيف يبقى اكس سكويرد ماينس 6x بلس ال 9 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. دي واضحه قوي ان هي اكس ماينس 3 اول اوفر سكويرد. لكن احنا ممكن نقول ال A وال B وال C برضو ال A عندي ب 1 ال B عندي نيجاتيف 6 ال C عندي بكام؟ ب 9. يبقى ال B سكويرد ماينس 4 AC هي ايكوالز نيجاتيف 6 سكويرد ماينس 4 تايمز 1 تايمز 9 اللي هي 36 ماينس 36 which is 0. يبقى سنس ان ال B سكويرد ماينس 4 AC ايكوالز 0 يبقى زين the two roots are real and equal. اللي بعديها هنعمل نفس الكلام هنملتبلاي الايكويشن كلها باي الاكسبريشن ده يبقى ملتبلاي ذا ايكويشن باي
اكس ماينس 1. اكس ماينس 1 تايمز الاكس نكتبها وبعد كده نفكها بعد كده. هنا هيبقى ماينس 2 عشان الاكس ماينس 1 هطير مع الاكس ماينس 1 من تحت. الكلام ده هيكوالز 4 تايمز اكس ايه؟ ماينس 1 اللي هي هتدينا اكس تايمز اكس اكس سكويرد، يبقى اكس سكويرد ماينس الاكس ماينس 2. الكلام ده هيكوالز عندي هنا 4x ماينس 4. ده معناه ان اكس سكويرد ماينس اكس ماينس 2 نجيب دول هنا يبقى نيجاتيف 4x بلس ال 4 ايكوالز 0. الاكس سكوير تنزل هنا نيجاتيف اكس ونيجاتيف 4x يبقى نيجاتيف 5x. الكلام ده عندي نيجاتيف 2 بلس ال 4 يديني بلس ال ايه ال 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. نعرف الاي والبي والسي. الاي عندي ب 1، البي عندي بنيجاتيف 5، والسي عندي بكام؟ السي عندي ب 2. يبقى البي سكويرد ماينس ال 4 اي سي هيبقى نيجاتيف 5 سكويرد ماينس 4 تايمز 1 تايمز السي عندي ب 2 اللي هي 25 ماينس ال 8 تديني كام؟ 17. يبقى سينس ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي جريتر زان ال 0 زان ذا 2 روتس اور ريل اند ديفرنت. المسألة اللي بعديها لما نيجي نبص هنا نلاقي عندي هنا اكسبريشن وهنا اذر اكسبريشن. يبقى لما اجي اعمل مالتيبليكيشن للايكويشن اعملها في الليست كومن مالتيبل للتو اكسبريشنز دول اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الاكسبريشن ده تايمز الاكسبريشن ده. يبقى هنقول كده مالتيبلاي ذا ايكويشن باي اكس بلس 1 تايمز اكس ماينس 1. لما يخش كل ده هنا الاكس بلس 1 هتروح مع الاكس بلس 1 يبقى عندي فوق اكس تايمز اكس ماينس 1. الكلام ده بلس. لما ده كله يتعمل له مالتيبليكيشن في الفراكشن ده الاكس ماينس 1 دي تروح مع الاكس ماينس 1 دي يبقى عندي الاكس تايمز اكس بلس 1 وعندي هنا هيكوالز 3 تايمز اكس بلس 1 تايمز اكس ماينس الايه؟ ال 1. يلا نوزع. يبقى انا عندي هنا اكس سكويرد ماينس الاكس الكلام ده بلس اكس سكويرد بلس الاكس هيكوالز معانا هنا 3 هنا اكس تايمز اكس اكس سكويرد بس اكس سكويرد وعندي اكس تايمز نيجاتيف 1 اللي هي نيجاتيف 3x الكلام ده بلس 3x ماينس الايه؟ ماينس ال 3. طبعا انا عملتها على طول يعني عملتها ودخلت الايه؟ ودخلت ال 3 دي كده راحت مع دي كده وعندي اكس هنا راحت مع نيجاتيف اكس هنا يبقى هنا 2x سكويرد الودي ده هنا ماينس 3 اكس سكويرد نجيب النيجاتيف 3 هنا يبقى بلس 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. ده يديني كام؟ يديني نيجاتيف اكس سكويرد بلس الايه؟ 3 ايكوالز 0. الاي عندي بنيجاتيف 1 البي عندي ب 0 السي عندي بكام؟ ب 3. يبقى انا عندي البي سكويرد ماينس 4 اي سي هت ايكوالز البي سكويرد اللي هي 0 سكويرد هيبقى ماينس ال 4 تايمز نيجاتيف 1 تايمز السي عندي ب 3 اللي هي بوزيتيف 12. يبقى سينس ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي جريتر زين الزيرو زين ذا تو روتس ار ريل اند ديفرنت. المساله اللي بعديها يلا نعمل مالتيبليكيشن هنا وهنا اكس تايمز اكس اكس سكويرد الكلام ده هيبقى ماينس 7 اكس ماينس الاكس بلس ال 7 ايكوالز معانا هنا اكس تايمز اكس اكس سكويرد تايمز 2 يبقى 2 اكس سكويرد اكس تايمز نيجاتيف 4 بنيجاتيف 4 اكس تايمز 2 يبقى نيجاتيف 8 اكس نيجاتيف 3 تايمز الاكس نيجاتيف 3 اكس وعندي 2 بره يبقى نيجاتيف 6 اكس وعندي نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 4 بوزيتيف 12 تايمز 2 بوزيتيف 24. يلا نضمهم يبقى انا عندي هنا اكس سكويرد ماينس ال 8 اكس الكلام ده بلس ال 7 نجيب دي هنا ماينس 2x سكويرد دول كده نيجاتيف 14 يبقى بوزيتيف 14x ماينس 24 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى انا عندي نيجاتيف x سكويرد عندي هيبقى بلس 6x الكلام ده ماينس 17 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى الـ a عندي بنيجاتيف 1 والـ b عندي بـ 6 والـ c عندي بنيجاتيف 17 يبقى b سكويرد ماينس 4ac هت ايكوالز 6 سكويرد ماينس 4 الاي عندي بنيجاتيف 1
السي عندي بنيجاتيف 17 اللي هت ايكوال 36. الكلام ده هيبقى ماينس لان نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف تايمز نيجاتيف بنيجاتيف. 4 تايمز 7 28 8 وهنكاري اب 2. 4 تايمز 1 ب 4 ومعانا 2 يبقى كام؟ يبقى 6. طبعا هتديها نيجاتيف فاليو اللي هتديني نيجاتيف عندي هنا يبقى 32. يبقى سنس ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي ليس ذان 0 يبقى ذان ذا تو روتس ار كومبلكس نمبرز. المساله اللي بعديها بيقول لي بروف ذات ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن دي ار كومبلكس اند نوت ريل ذن يوز ذا جنرال فورمولا تو فايند ذيس تو روتس. يعني اكنه بيقول لي هات البي سكويرد ماينس 4 اي سي ولازم تطلع معاك بنيجاتيف فاليو علشان التايبس بتاعت الروت تبقى ايه؟ تبقى كومبلكس. يبقى هنحدد الاي والبي والسي. الاي عندي بكام؟ الاي عندي هنا ب 2 والبي عندي نيجاتيف 3 والسي عندي ب 2. يبقى البي سكويرد ماينس 4 اي سي هتيكوالز معانا البي سكويرد يعني نيجاتيف 3 سكويرد هيبقى ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 2 السي عندي بكام؟ ب 2 اللي هي 9. الكلام ده هيبقى ماينس 4 تايمز 4 ب 16 اللي هتدينا كام؟ نيجاتيف ال 7. يبقى سنس ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي ليس ذان 0 ذان ذا تو روتس ار كومبلكس اند نوت ريل. تمام. هو عايز بعد كده نطلع التو روتس يبقى x1 و x2 ايكوالز معانا نيجاتيف b بوزيتيف نيجاتيف روت b سكويرد ماينس 4 ac ديفايدد ال 2a اللي هي هت ايكوالز نيجاتيف b يعني نيجاتيف نيجاتيف 3 بلس 3 الكلام ده بلس ماينس روت. احنا مطلعين ال b سكويرد ماينس 4 ac بنيجاتيف 7 ديفايدد 2 تايمز a اللي هي 4 اللي هي هت ايكوالز هنا في 4 وهنا عندي 3 بوزيتيف نيجاتيف روت 7a 7i. يبقى الاكس 1 والاكس 2 كالاتي. يبقى الاكس 1 ايكوالز معانا 3 بلس روت 7i ديفايدد 4 والاكس 2 هي ايكوالز 3 ماينس روت 7i ديفايدد 4. يلا المساله اللي بعديها بيقول لي if the two roots of each of the following quadratic equations are equal. طالما r equal يبقى الكونديشن بتاعي ايه؟ ان البي سكويرد ماينس 4ac هيكوالز الزيرو. then find the value of k. يبقى احنا هنعوض عادي خالص في الايكويشن دي بس الاول نحدد الاي والبي والسي. الاي عندي هنا بكام؟ ب 3. طب والبي عندي نيجاتيف 6. طب والسي عندي ايكوالز k. يبقى نقول since the two roots are equal يبقى زين البي سكويرد ماينس ال 4 اي سي ايكوالز 0. يلا نعوض بي سكويرد يعني نيجاتيف ال 6 سكويرد ماينس ال 4 تايمز الاي عندي ب 3 تايمز السي عندي بالكي ايكوالز 0. ده معناه ان 36 هنا ماينس 12 كي ايكوالز 0 نديفايد اوفر 12 اللي هو هيديني هيبقى 3 ماينس الكي ايكوالز 0 زين الكي عندي هتيكوالز كام؟ هتيكوالز 3. المسألة اللي بعديها نفس الكلام الـ A عندي هنا بـ 18 والـ B عندي هنا نيجاتيف K والـ C عندي هنا بـ 8. يبقى since the two roots are equal يبقى then الـ B squared minus 4AC equals 0 اللي هي الاتي البي سكويرد عندي نيجاتيف كي سكويرد اللي هي كي سكويرد هيبقى ماينس ال 4 تايمز الاي عندي ب 18 تايمز السي عندي بكام؟ ب 8. ده هيكوالز معانا ال 0. يبقى الكي سكويرد ماينس لما نيجي نعمل دي على الكالكوليتر هيطلع معانا 576 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى زين الكي سكويرد ايكوالز كام؟ بوزيتيف 576. دي لما نيجي ناخد لها الروت يبقى زين الكي عندي هت equals positive negative root 576 اللي هي positive negative كام؟ 24.
المسألة اللي بعديها الـ A عندي بـ 2، الـ B عندي بـ 5، الـ C عندي بكام؟ بـ 4K. و since إن الـ 2 roots are equal يبقى then الـ B squared minus الـ 4AC equals كام؟ equals 0. الـ B squared بـ 25 يبقى 25 minus الـ 4 times الـ A عندي بـ 2 times الـ C عندي بـ 4K equals 0. يعني الـ 25 الكلام ده minus الـ 32 equals 0. يبقى then 32K هت equals معنا 25. يبقى then الـ K عندي هت equals 25 divided كام؟ الـ 32. المسألة اللي بعديها الـ A عندي بـ 75، الـ B عندي بـ 7K، الـ C عندي بـ 3. نفس الكلام since the two roots are equal يبقى then الـ B squared minus الـ 4AC equals 0. B squared بـ 7K squared يعني 49K squared. الكلام ده minus 4 times الـ A عندي بـ 75 times الـ C عندي بـ 3 equals كام؟ equals 0. ده اللي هيديني الآتي، يعني 49K squared الكلام ده هيبقى minus، لما يجي نعملها على الكالكوليتور هيطلع معايا 900 equals كام؟ equals 0. يعني الـ 49K squared هتيكوالز معانا بوزيتيف 900. يبقى then K squared equals 900 divided كام؟ 49. يبقى then الـ K عندي هتيكوالز بوزيتيف نيجاتيف روت 900 divided 49 اللي هي بوزيتيف نيجاتيف 30 divided الكام؟ 7. المسألة اللي بعديها الـ A عندي هنا بـ 1، الـ B عندي negative 3، الـ C عندي بـ 2 plus 1 over الـ A الـ K. نفس الكلام هنقول كده since the two roots are equal يبقى then B squared minus 4AC، الـ B squared عندي بـ 9 هتبقى minus 4 times الـ A عندي بـ 1 times الـ C عندي بـ 2 plus 1 over الـ A الـ K equals كام؟ equals 0. يعني 9 ندخل دي هنا هيبقى minus الـ 8، الكلام ده هيبقى minus الـ 4 over الـ K equals 0. 9 minus الـ 8 يديني 1، يعني 1 minus الـ 4 over الـ K equals 0. ودي الناحية التانية يبقى الـ 4 over الـ K equals الـ 1، يبقى then الـ K عندي هت equals الـ 4 divided الـ 1 which is الـ 4. المسألة اللي بعد كده الـ A عندي بـ 1 ده الـ coefficient على الـ X squared، الـ B عندي بـ 2K plus 3 ده الـ coefficient على الـ X. طب والـ C عندي K squared، و since إن الـ 2 roots are equal يبقى then B squared minus 4AC equals 0. B squared عندي بـ 2K بلس 3 squared minus 4 times A 1 times C عندي بـ K squared equals 0. ده squared يبقى A 4K squared كلام ده بلس twice the first times the second 12K كلام ده بلس 9 minus 4K squared equals 0. ده كده راح مع ده كده، يبقى أنا عندي 12K plus 9 equals 0 divide over 3، يبقى أنا عندي 4K plus 3 equals 0. يعني الـ K عندي هت equals negative 3 over الـ A الـ 4. المسألة اللي بعد كده هنجيب الـ value بتاعت الـ K وبعد كده هنجيب الـ 2 roots. طيب الـ A عندي بكام؟ الـ A عندي بـ 1 والـ B بـ 2 k minus الـ 2 اللي هي 2 times k كلام ده minus 2 times الـ 1. طيب الـ C عندي بكام؟ الـ C عندي بـ 2k plus الـ 1. يبقى since the two roots are equal يبقى then b squared minus 4ac equals 0. b squared عندي بـ 2k minus 2 squared
الكلام ده ماينس ال 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي اللي هي ب 2 كي بلس ال 1 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. الفيرست سكويرد ب 4 كي سكويرد توايس الفيرست تايمز السكند يبقى نيجاتيف 8 كي، الكلام ده بلس ال 4 هنا هيبقى ماينس 8 كي ماينس ال 4 ايكوالز ال 0. دي كده راحت مع دي كده، يبقى انا عندي ال 4 كي سكويرد الكلام ده ماينس 16 كي ايكوالز 0، ندفايد اوفر ال 4 يبقى كي سكويرد ماينس 4 كي ايكوالز 0. ناخد كومون فاكتور كي يبقى الكي تايمز كي ماينس ال 4 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. يبقى ايزر ان الكي ايكوالز 0 اور الكي ماينس ال 4 ايكوالز 0، واللي منها الكي عندي هت ايكوالز ايه؟ ايكوالز 4. بعد كده بيقول لي فايند التو روتس، ممكن اجيبها بطريقتين. ممكن الاول اعوض الكي مره بزيرو هنا وهنا ويبقى عندي A وB وC واشتغل، واعوض بالكي 4 هنا وهنا ويبقى عندي A وB وC واشتغل. وممكن حاجه ثانيه اعوض على طول في القانون بالفاليو بتاعت الايه، بتاعت الA والB والC بدلاله الكي، والروتس طبعا هتطلع بدلاله الكي، واعوض بعد كده بالكي 0 والكي كام والكي 4. طيب انا عندي X1 و X2 ايكوالز معانا نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد ال 2 اللي هي هت ايكوالز معانا، انا عندي نيجاتيف بي يعني نيجاتيف 2 كي ماينس ال 2. ناخد بالنا بقى بوزيتيف نيجاتيف الروت ده انا عارف ان التو روتس ايكوال، وبالتالي كل الفاليو دي بكام؟ كل الفاليو دي كده بكام؟ بزيرو. اوكي ديفايدد 2 اي 2 تايمز ال 1 اللي هي كام؟ اللي هي 2. ناخد من فوق 2 كومون فاكتور يبقى نيجاتيف 2 تايمز كي ماينس ال 1 ديفايدد 2، دي تروح مع دي تديني نيجاتيف كي بلس ال 1، يبقى ات كي ايكوالز ال 0. يبقى زين الاكس 1 واكس 2 هت ايكوالز معانا، طبعا ده راح لان الكي ب 0 هيبقى بلس 1 يبقى يديني 1، وات الكي عندي ايكوالز 4 يبقى زين اكس 1 و x2 هت ايكوالز معانا نيجاتيف ال 4 بلس ال 1 which is نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3. المسألة اللي بعديها زي المسألة اللي فوق، بس ناخد بالنا انا عندي الاكسات في like terms لازم اعمل لها addition الاول. احط الاول الاكس سكويرد، وزي ما اتفقنا اكتب بلس الاكس واوبن براكت، دايما نحط بلس الاكس. ابص بعيني الاقي هنا مع الاكس نيجاتيف 2 كي احطها نيجاتيف 2 كي، امشي بعيني ابص الاقي نيجاتيف 6 احط النيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 6. نقفل البراكت يبقى معايا 7k بلس 9، هيبقى الكلام ده بلس 7k بلس مين؟ بلس 9 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى انا سهل عليا اعرف ال a اللي هي ب 1، وال b عندي نيجاتيف 2k ماينس ال 6، وال c عندي 7k بلس ال 9. طيب سينس ان التو روتس ار ايكوال، يبقى زين البي سكويرد ماينس 4 اي سي ب 0. البي سكويرد يعني نيجاتيف 2 كي ماينس 6 سكويرد، الكلام ده هيبقى ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي 7 كي بلس 9 ايكوالز 0. ده سكويرد يبقى 4 كي سكويرد توايس الفيرست تايمز السكند تبقى بلس 24 كي، الكلام ده هيبقى بلس ال 36، هنا هيبقى ماينس 28k ماينس 36 ايكوالز ال 0. طيب تفضل معايا ال 4k سكويرد، يبقى انا عندي هنا 4k سكويرد، هنا 24 ونيجاتيف 28 اللي هي نيجاتيف 4k، طبعا دي كده راحت مع دي كده ايكوالز هنا ايه؟ ايكوالز 0. نديفايد اوفر 4 يبقى زين k سكويرد ماينس ال k ايكوالز 0. ناخد ال k كومون فاكتور يبقى زين الكي تايمز كي ماينس 1 ايكوالز 0. يبقى ايزر ان الكي ايكوالز 0 اور كي ماينس 1 ايكوالز 0، من هنا يبقى الكي ايكوالز 0 اور كي ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. يلا نجيب التو روتس، نجيب الاكس 1 واكس 2 الاول بدلاله الكي، وبعد كده نعوض بالكي ب 0 والكي ب 1. اكس 1 واكس 2 هتيكوالز معانا نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد
ماينس 4ac ديفايد 2a، واحنا عارفين ده كده خلاص بزيرو، ده كده تبقى انت عارف ان هو بزيرو انت شغال، اللي هي هتيكوالز معانا نيجاتيف b يعني نيجاتيف نيجاتيف 2k ماينس 6 ديفايد 2a اللي عندي ب 1 يبقى ديفايد ال a ال 2 اللي هي هتيكوالز معانا، ندخل النيجاتيف هنا وهنا يبقى ال 2k بلس ال 6 ديفايد 2، ناخد ال 2 كومن فاكتور من فوق يبقى عندي k بلس 3 ديفايد 2، ده يروح مع ده يبقى زين ال x1 وال x2 عندي بكام؟ ب k بلس الكام؟ بلس ال 6. يلا نعوض بال k ب 0 وال k ب 1 يبقى at k equals 0 يبقى زين x1 و x2 هت equal 0 بلس 3 اديني 3 و at k equals 1 زين ال x1 و x2 تبقى 1 بلس 3 اللي هي كام؟ اللي هي ال 4. كوتشن اللي بعد كده بيقول لي find the value of k in each of the following cases. اول سؤال معانا if the two roots of the equation d are real and different. طالما real وdifferent يبقى ال b squared minus 4ac greater than 0. يبقى نقول كده since ان two roots are real and different then b squared minus 4ac تبقى greater than a 0. ال a عندي ب 1 ال b عندي ب 4 وال c عندي بكام؟ ب k. يبقى ال b squared عندي اللي هي 4 squared minus 4 times 1 times k greater than ال 0. يبقى انا عندي 16 minus 4k is greater than 0. نودي 16 الناحية التانية يبقى نيجاتيف 4k is greater than نيجاتيف 16. بعد كده نعمل division over نيجاتيف 4. نيجاتيف 4k divided نيجاتيف 4 تديني k، ونيجاتيف 16 divided نيجاتيف 4 تديني ايه؟ تديني 4. ناخد بالنا بقى، هل الساين دي هتتكتب كده ولا لازم اعكسها؟ لازم اعكسها، لان انا عملت division over negative value. لو عملت multiplication او division في inequalities by negative لازم اعكس الساين، يبقى الكونسترين ده لازم يتعكس تبقى كده. يبقى الكي از less than ايه؟ less than 4. يبقى زين الكي عندي حد belongs للانترفل من اول النيجاتيف انفينيتي لحد الفور، والفور عندي open. open دي ليه؟ عشان ما عنديش هنا or a or equal. طيب المسألة اللي بعديها بيقول لي if the two roots of the equation are complex and not real. طالما complex يبقى ال b squared minus 4ac less than 0. يبقى since the two roots are complex then ال b squared minus 4ac less than a less than 0. نعرف ال a وال b وال c. ال a عندي بk، ال b عندي بنيجاتيف 8، السي عندي ب 16. البي سكويرد يعني نيجاتيف 8 سكويرد، الكلام ده ماينس ال 4 تايمز الاي عندي بكي تايمز السي عندي 16، الكلام ده هيبقى less than 0. نيجاتيف 8 سكويرد 64، ماينس 4 تايمز 16 بنيجاتيف 64 يبقى نيجاتيف 64 كي، الكلام ده هيبقى less than 0. نودي الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف 64 كي less than negative 64. نعمل division over negative 64، دي هتديني k ودي هتديني 1. هل انزل بدي كده ولا لازم اعكسها؟ لازم طبعا نعكسها عشان عملنا division over negative sign. يبقى ال k هت belongs to interval ال k greater than ال 1، يبقى من اول ال 1 opened لحد الايه؟ ال positive infinity. المسألة اللي بعديها يقول لي if the equation d has two real and different roots. طالما two real و different يبقى ال b squared minus 4ac greater than ال 0. يبقى since the two roots are real and different يبقى then ال b squared minus 4ac is greater than 0. نوضب بس شكل الايكويشن الاول. انا عندي هنا x squared، نجيب لها من هنا negative k ونجيب لها
ماينس 2 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. يبقى زين الاي عندي ب 1 عشان الكوفيشنت بتاع الاكس سكويرد، ما عنديش اكس يبقى البي عندي ب 0، السي عندي هتبقى نيجاتيف الكي ماينس الايه؟ ماينس 2. يبقى بي سكويرد اللي هي 0 هيبقى بي سكويرد ماينس ال 4 اي سي جريتر ذان 0، يعني ال 0 ماينس ال 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي اللي هي نيجاتيف الكي ماينس 2 ده جريتر ذان ال 0. يبقى نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف كي ببوزيتيف 4 كي، وعندي نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 2 بوزيتيف 8 از جريتر ذان ال 0. نودي الايه الناحيه الثانيه، يبقى ال 4 كي جريتر ذان نيجاتيف ال 8 ديفايد اوفر ال 4، ودي عمليه ديفيجن عادي، الكونستريند هينزل زي ما هو. يبقى انا عندي الكي هتبقى جريتر ذان نيجاتيف الايه؟ ال 2. يبقى ذان الكي عندي حد لونجست الانترفال هي جريتر ذان نيجاتيف 2، يبقى من اول النيجاتيف 2 لحد البوزيتيف انترفال. Question 6 بيقول لي find the values of the real number m that makes the equation d has no real roots. عشان ما يكونش ليها real roots لازم ال b squared minus ال 4ac تبقى less than 0. اوكي؟ يبقى هنقول كده in order for the equation to have no real roots then b squared minus 4ac must be less than 0. طب نعرف ال a وال b وال c. ال a عندي ب m minus 1، ال b عندي negative 2m، ال c عندي ب m، ال b squared اللي هي ايه؟ اللي هي negative 2m squared. يبقى negative 2m squared الكلام ده minus 4 تايمز الاي عندي اللي هي ام ماينس 1 تايمز السي عندي اللي هي ام less than 0، ده هيبقى 4 ام سكويرد. يلا نشوف هنا، عندي نيجاتيف 4 ام تايمز البراكت ده نيجاتيف 4 ام تايمز الام بنيجاتيف 4 ام سكويرد، ونيجاتيف 4 ام تايمز نيجاتيف 1 ببوزيتيف 4 ام، الكلام ده هيبقى less than 0. طبعا ده كده راح مع ده كده، يبقى انا عندي ال 4 ام less than 0 ديفايد اوفر ال 4، يبقى انا عندي الام less than ايه؟ less than 0، لان هنا برضه هيبقى 0 ديفايد 4 يديني 0. لما الام less than 0 يبقى زين الام عندي هتبلونجس لمين؟ من اول النيجاتيف انفينيتي لحد الايه؟ لحد الزيرو. المساله اللي بعديها بيقول لي without solving any of the following equations show which of them has two rational roots and which of them doesn't have rational roots. Then check your answer by solving the equation. احنا قلنا امتى يكون ليها rational roots؟ بيكون ليها rational roots لما يكون ال b squared minus 4ac بتديني perfect square. اوكي؟ يعني حاجه ليها root. طيب امتى ما تدينيش rational roots؟ لما ما يكونش perfect square او يكون واحد من الكوفيشنتس دول ايه؟ irrational. يبقى انا لما اجي احل المساله دي اول كونديشن عندي ان ال2 والنيجاتيف 3 والنيجاتيف 2 دول كلهم راشونال، يبقى انا لازم اجيب البي سكورد ماينس 4 اي سي طلعت بيرفكت، خلاص على طول من غير ما احل هقول ان الايكويشن ليها ايه؟ 2 راشونال روتس. اوكي؟ طيب يلا نعرف الاي والبي والسي. انا عندي الاي عندي هنا ب2 والبي عندي بنيجاتيف 3 والسي عندي بكام؟ بنيجاتيف 2. يبقى انا عندي البي سكويرد ماينس ال4 اي سي هات ايكوالز نيجاتيف 3 سكويرد ماينس ال 4 تايمز ال A ب 2 تايمز السي بنيجاتيف 2 اللي هي هت ايكوالز معانا هنا 9، الكلام ده هيبقى بلس 4 تايمز 4 16 اللي هي هتديني كام؟ 25. ال 25 ده بيرفكت سكوير لان الروت بتاعه بيديني 5. نكمل المساله ازاي؟ نقول كده سينس ان ال A وال B and ال C are rational numbers and the discriminant b squared minus 4ac is a perfect square يبقى then the two roots are rational roots.
هو بقى يقول لي تشيك الانسر، يبقى لازم احل. يبقى انا عندي x1 وx2 هت ايكوالز نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4ac ديفايدد 2a، وانا جايب دي ب 25 اللي هت ايكوالز نيجاتيف بي بكام؟ نيجاتيف نيجاتيف 3 ب 3، هيبقى بوزيتيف نيجاتيف روت 25 ب 5 ديفايدد 2 تايمز ايه اللي هي 2 تايمز 2 اديني 4. اوكي يبقى انا عندي اول x1 يبقى زين الاكس 1 عندي هت ايكوالز كام؟ هيبقى 3 بلس ال 5 ديفايدد ال 4 اللي هي 8 ديفايدد ال 4 اللي هي كام؟ اللي هي 2، وال 2 عندي راشونال. طيب واكس 2 هتبقى 3 ماينس ال 5 ديفايدد ال 4 اللي هي نيجاتيف 2 ديفايدد ال 4 اللي هي نيجاتيف 1 اوفر 2، والنيجاتيف فراكشن برضو ايه؟ برضو راشونال. المسألة اللي بعد كده الـ A عندي بـ 1، الـ B عندي بروت 5، والـ C عندي بنيجاتيف 5. الـ B عندي هنا الراشونال عشان روت نمبر ملوش ايه؟ سكوير روت، وبالتالي مش هقدر اكتب الريزلت على الفورم A اوفر B، يبقى الـ B عندي الراشونال. يبقى لو الديسكريمنت بتاعي طلع بيرفكت سكوير يبقى الروتس عندي هيبقوا ريل، ولكن المرة دي الراشونال. يلا نجيب الديسكريمنت بي سكويرد ماينس 4ac هي ايكوالز معانا البي سكويرد ب 5 هيبقى ماينس 4 الاي عندي ب 1 السي عندي بنيجاتيف الاي ال 5 اللي هي 5 بلس 20 اللي هي كام؟ 25. بالفعل بيرفكت سكوير، ولكن عندي كوفيشنت من الاي من الاي والبي والسي اللي هو البي الراشونال، وبالتالي الروتس الراشونال. يلا نتاكد x1 واكس2 نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايدد 2 اي اللي هي نيجاتيف بي يعني نيجاتيف روت 5 بلس ماينس روت 25 ب 5 ديفايدد 2 اي اللي هي كام؟ اللي هي 2. يبقى الاكس 1 نيجاتيف روت 5 بلس ال 5 ديفايدد 2 واكس 2 هت ايكوالز معانا نيجاتيف روت ال 5 ماينس ال 5 ديفايدد 2 اند بوث اوف ذم ار الراشونال. المساله اللي بعديها لازم اظبط الايكويشن في الفورمه اللي احنا عارفينها، نوزع ال 2 هنا ونوزع الاكس هنا، يبقى هنا 2x بلس 6 كان ده بلس اكس سكويرد ماينس الاكس ايكوالز 9، نجيب ال 9 هنا يبقى ماينس 9 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. يبقى انا عندي الاكس سكويرد الكلام ده هيبقى بلس الاكس ماينس 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. نعرف ايه وبي وسي، الاي عندي ب 1 البي عندي ب 1 والسي عندي بنيجاتيف 3. الكوفيشنتس كلها راشونال، يبقى هيطلع معايا 2 روتس راشونال في حاله ان الديسكريمنت يكون بيرفكت سكوير عشان الروت يأثر عليه وما يبقاش في عندي اي ايرشنال في المساله خالص. يلا نشوف البي سكويرد ماينس 4 اي سي، البي سكويرد ماينس 4 اي سي هت ايكوالز بي سكويرد ب 1 ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي بنيجاتيف 3 اللي هي هت ايكوالز 1 بلس 12 ويتش از كام؟ ال 13. وال 13 اند ال 13 از نوت ا بيرفكت سكوير. Then x1 and x2 are rational numbers. أو not rational، ما هو not rational يبقى irrational. يلا نتأكد x1 و x2 negative b positive negative root b squared minus 4ac divided by 2a اللي هي negative b على negative 1 بوزيتيف نيجاتيف روت 13 ديفايدد 2 تايمز اللي هي ايه؟ اللي هي 2. يبقى عندي x1 ايكوالز نيجاتيف 1 بلس روت 13 ديفايدد 2 و x2 هيكوالز معانا نيجاتيف 1 ماينس روت 13 ديفايدد 2. وطبعا ده الراشونال وده الراشونال علشان روت 13 ما بقدرش اكتبها على الفورم a اوفر b. بروبلم 8 بيقول لي if a and b are rational
prove that ان two roots of the equation ديت are rational. طيب ناخد بالنا ال A عندي rational وال B rational. طيب B minus ال A هل ده rational؟ طبعا لان rational minus rational يديني ايه؟ يديني rational. يبقى انا ضامن ان ال A وال B وال C كلهم ايه؟ كلهم rational. طب ال A بكام؟ ال A ب A. ناخد بالنا ده symbol وده variable. وال B عندي ب B وال C عندي عبارة عن B minus ال A. يبقى انا لو اثبتت ان discriminant perfect square يبقى على طول الروتس ايه؟ rational. طيب نجيب الديسكريمنت b squared minus ال 4ac هت equals ال b squared ال b squared هنا الكلام ده minus 4 times ال a ب a times ال c بكام؟ ب b minus ال a اللي هت equals b squared minus 4ab و minus 4a times negative a positive 4a squared. طيب ناخد بالنا البي سكويرد الروت بتاعها كام؟ الروت بتاعها بي. وال 4a سكويرد الروت بتاعها كام؟ 2a. انا ليه بعمل كده؟ لان المنظر ده انا متعود عليه من بريب 2 اللي هو الفكه بتاعت البرفكت سكوير اللي هو الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند. طيب الساين هنا هتبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف مش تبقى بوزيتيف، لان انا عندي هنا ايه؟ نيجاتيف ساين. يبقى ده اكنه عباره عن كده اوفر ايه؟ اوفر سكويرد اللي هو ايه؟ اللي هو بي ماينس 2a تايمز بي ماينس 2a. يبقى بالفعل الديسكريمنانت عندي بيرفكت سكوير. يبقى هنقول كده سينس ان الاي والبي اند السي ار راشونال نمبرز اند ذا discriminant is perfect square. يبقى then the equation has two rational roots. المسألة اللي بعديها بيقول لي عندي L و M are two rational numbers. بروف ان التو روتس اوف ذا ايكويشن ديت ار راشونال زي اللي فوق بالظبط. لما يكون عندي ال راشونال هل ال ال ماينس الام راشونال؟ بالفعل راشونال لان راشونال ماينس راشونال يديني راشونال. يبقى انا ضامن ان الاي والبي والسي راشونال. يبقى لو جبت الديسكريمنت وطلع بيرفكت سكوير يبقى حققت المساله. يبقى الاي عندي بكام؟ نعرف الاي والبي والسي. الاي عندي ب ال، البي عندي ب ال ماينس الام، والسي عندي بنيجاتيف الام. يلا نجيب الديسكريمنت بي سكويرد ماينس 4ac هاي ايكوالز البي سكويرد اللي هي ال ماينس الام سكويرد الكلام ده ماينس ال 4 تايمز الاي عندي بال تايمز السي عندي بنيجاتيف ام اللي هي هت ايكوالز. يلا نفك ده هيبقى ال سكويرد ماينس 2lm بلس ام سكويرد. الكلام ده هنا هيبقى بوزيتيف 4 ال ام اللي هي هت ايكوالز ال سكويرد ده بلس ده يديني 2 ال ام ده يبقى بلس ام ايه؟ سكويرد. المنظر ده اللي هو ايه؟ المنظر ده اللي هو كده ال بلس الام اول اوفر سكويرد اللي هو بيرفكت سكوير. ليه؟ عشان ال بلس ام تايمز ال بلس ام حاجتين زي بعض تايمز بعض. لما اجي اخد لهم الروت هيديني واحد منهم. يبقى سينس ان ال A وال B and C are rational numbers and the discriminant is a perfect square يبقى then the two roots of the equation are rational. المسألة اللي بعديها بيقول لي proof that the two roots of the equation ديت are always rational.
where k belongs to q. مين ال q؟ ال q اللي هي ال set of rational numbers. ال set of rational numbers دي اللي هي q، وكانت ال set of ال irrational numbers كانت ال q dash. طيب نحل المسألة عادي، هو هنا بيقول لي لو ال k عندك rational يبقى لازم الروتس على طول تبقى rational، يبقى انا عندي المسألة متوقفة على الديسكريمينانت. تمام، يبقى انا عندي الاكس سكوير دي هنا بلس كي اكس بلس الكي، نجيب ال1 هنا بالنيجاتيف ماينس ال1 ايكوالز 0. الاي عندي ب1، البي عندي بكي، والسي عندي بكي ماينس 1. يبقى انا هضمن ان الاي والبي والسي راشونال لو الكي بالفعل راشونال. طيب يلا نجيب الديسكريمينانت، يبقى انا عندي البي سكوير ماينس 4ac هيكوالز البي سكوير، ده عندي بكي سكوير ماينس 4 تايمز الاي عندي ب1 تايمز السي عندي بكي ماينس 1 اللي هي هتيكوالز كي سكوير، وهنا هيبقى ماينس 4k الكلام ده بلس ال4 سهله جدا اللي هي k ماينس 2 اول اوفر سكوير، وده بيرفكت سكوير which is a perfect square. تمام، يبقى since ان الاي والB and C are rational numbers and the discriminant is a perfect square, يبقى then the equation has rational roots. المسألة اللي بعديها بيقول لي عندي A و B are two rational numbers. Prove that ان التو روتس بتاعت الإيكويجن rational. طب يلا نتأكد، ده عندي 1، هل نيجاتيف 2 A باور 3 rational؟ هو الراشونال لما اعمله باور 3 بيفضل rational ولا بيتغير؟ لا بيفضل rational. يبقى انا ضمنت ان النيجاتيف 2 a باور 3 دي راشونال، كذلك a باور 6 ماينس b باور 6. يبقى المساله متوقفه على ان الديسكريمينانت يطلع بيرفكت سكوير. يبقى هنا هنقول ان الاي عندي ب1، البي عندي نيجاتيف 2 a باور 3، والسي عندي ب a باور 6 ماينس b باور 6. يلا نجيب البي سكويرد ماينس ال 4 ac اللي هي البي سكويرد يعني نيجاتيف 2 a باور 3 all over squared ماينس ال 4 تايمز ال a عندي ب 1 تايمز السي عندي اللي هي a باور 6 الكلام ده ماينس ال b باور كام؟ باور 6 اللي هي هت equals النيجاتيف سكويرد البوزيتيف، يبقى انا عندي هنا 4a باور 6. ناخد بالنا a باور 3 all over باور 2 دي هت equals معايا a باور 3 تايمز 2 اللي هي هت equals a باور 6، او حد يقول a باور 5 ده باور الباور. طيب هنا هيبقى ماينس 4 a باور كام؟ باور 6 الكلام ده بلس 4 b باور كام؟ باور 6. طيب نلاقي هنا 4 a باور 6 وماينس 4 a باور 6 يروح مع بعض، يبقى انا عندي الديسكريمينانت بي ايكوالز 4 b باور 6 اللي هو ايه؟ اللي هو 2 b باور 3 all over باور 2، وطالما باور 2 يبقى بيرفكت سكوير، يبقى ممكن نقول كده which is a perfect square. يبقى نختم المسألة ونقول since ان الـ A والـ B and C are rational numbers and the discriminant is a perfect square, يبقى then the two roots of the equation are rational numbers.
Problem 12 يقول لي find the interval to which a belongs that makes the two roots of the equation d real numbers. ناخد بالنا بيقول لي real numbers. انا هنا ما بتكلمش rational ولا irrational، لان انا عندي real numbers دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن a set of rational numbers union a set of irrational irrational numbers. يبقى احنا رجعنا بنتكلم على الجزئية بتاعت discriminant greater than zero ولا equal zero ولا less than zero. طيب لما يقول لي real numbers يبقى انا عندي الزيرو داخل معايا، يبقى انا عندي البي سكويرد هنا ماينس 4 AC لازم تكون greater than or equal zero. اوكي عشان يطلع real. طيب الاي عندي بكام؟ الاي عندي بالاي بلس 2. وناخد بالنا ان الاي ديت عباره عن اسم الكوفيشن بتاع الاكس سكويرد، والاي دي فاريبل في المساله. طيب البي عندي بكام؟ البي عندي ب 2 اي بلس 3، والسي عندي بكام؟ ب اي ماينس 1. يلا نشوف الانترفال اللي فيها البي سكويرد ماينس 4 اي سي جريتر ذان او ايكوال ايه؟ زيرو. البي سكويرد عندي اللي هي 2 اي بلس 3 سكويرد، الكلام ده ماينس ال 4 تايمز الاي عندي ب اي بلس 2 تايمز السي عندي ب اي ماينس 1، الكلام ده جريتر ذان او ايكوال ايه؟ زيرو. يلا نفك دي، تبقى 4 اي سكويرد بلس 12 اي بلس 9، الكلام ده ماينس 4 تايمز هنا هيبقى اي سكويرد بلس 2 اي ماينس الاي ماينس الاي ال 2 جريتر ذان ايكوال زيرو. يلا نكمل تاني، يبقى انا عندي هنا 4 اي سكويرد بلس 12 اي بلس 9 ماينس 4 اي سكويرد ماينس هنا 2 اي ماينس الاي بايه وعندي ماينس 4، يبقى انا عندي هنا ماينس 4 اي الكلام ده بلس ال 8 جريتر ذان ايكوال زيرو. طيب دي كده راحت مع ايه؟ مع دي كده 12a ونيجاتيف 4a ب 8a، هنا 9 بلس ال 8 تبقى بوزيتيف كام؟ 17 جريتر ذان ايكوال زيرو، يبقى 8a جريتر ذان او ايكوال نيجاتيف 17 يبقى ال a هتبقى جريتر ذان او ايكوال نيجاتيف 17 اوفر ال 8، يبقى زين الاي عندي لازم تبلونجز لايه؟ هنا جريتر زين اور ايكوال، يبقى نخليها كلوزد نيجاتيف 17 اوفر ال 8 والانفينيتي. المساله اللي بعديها بيقول لي بروف ان فور اول ريل فاليوز اوف اي ما عدا الزيرو الايكويشن ديت هاز نو ريل روتس. طالما ملهاش real roots يبقى ليها complex، يبقى لازم في المسألة دي أثبت إن البي سكويرد ماينس 4 AC less than 0. أوكي؟ طب الـ A عندي بكام؟ A سكويرد بلس 1 والـ B نيجاتيف 2 A باور 3 والـ C A باور 4. يلا نشوف الـ discriminant. أنا عندي البي سكويرد ماينس 4 AC هي equals البي سكويرد عندي بنيجاتيف 2 a باور 3 اور اوفر سكويرد، الكلام ده ماينس 4 تايمز a عندي ب a سكويرد بلس 1 تايمز السي عندي ب a باور كام؟ باور 4. ليه هتيكوتس؟ ده كده هيبقى 4 a باور 6 هنا ماينس 4 a باور 4 تايمز a سكويرد اللي هي ماينس 4 a باور 6 وماينس 4 a باور 4 تايمز 1 اللي هي نيجاتيف 4 a باور ايه؟ باور 4. ده كده راح مع ده كده، يبقى ده هيديني نيجاتيف 4 a باور كام؟ باور 4. ناخد بالنا ان الديسكريمنت عندي طالع بيديبند على الاي. طيب هل الاي ده ممكن يطلع نيجاتيف؟ انا عندي الاي باور 4 ده از اولويز بوزيتيف، وعندي هنا نيجاتيف ساين، النيجاتيف ساين دي هتضمن لي دايما ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي تبقى ليس ذان زيرو. يبقى سنس ان الاي باور 4 جريتر ذان زيرو يبقى ذان نيجاتيف 4 a باور 4 is less than a 0، وسنس ان ال b squared minus 4 ac less than 0 then the equation has no real roots. Problem 14 بيقول لي prove that for all real values of a and b roots of the equation ديت are real. امتى تكون الروتس real؟ لما البي سكويرد ماينس ال 4 اي سي
يكون greater than or equals الـ A الـ 0. طيب يلا نظبط الـ equation. أنا عندي x times x x squared، الكلام ده هيبقى minus bx minus الـ ax، هيبقى بعد كده plus الـ ab، ونجيب له من هنا minus الـ 5 equals a equals 0. يبقى أنا عندي x squared، وعلشان ما نتلخبطش بنعمل كده plus x على طول. وبص بعيني، مين اللي معاها negative الـ b، مين اللي معاها negative الـ a. طيب بعد كده الـ c عندي هتبقى plus ab minus الـ a، الـ 5 equals a equals 0. طيب يلا نعرف a و b و c. الـ a عندي بـ 1، الـ b عندي بـ negative الـ b minus الـ a، الـ c عندي بـ ab minus الـ 5. يبقى ال b squared minus 4ac هت equals معانا ال b squared اللي هي negative b minus ال a squared، هيبقى minus ال 4 times ال a ب 1 times ال c عندي اللي هي ab minus ال a minus ال 5. طيب ده هي equal هنا، هيبقى b squared الكلام ده هيبقى plus 2ab plus a squared، الكلام ده هيبقى minus 4ab plus ال 20. طيب ده هي equal، هيبقى بي سكويرد هنا، ده ماينس ده هيبقى نيجاتيف 2ab بلس a سكويرد، الكلام ده بلس الـ a بلس الـ 20. ده بيرفكت سكوير اللي هو ايه؟ اللي هو b ماينس الـ a all over سكويرد، الكلام ده هيبقى بلس مين؟ بلس الـ 20. يبقى انا عندي الديسكريمنت طلب الاكسبريشن ده، وسنس عندي ان الـ b ماينس الـ a all over سكويرد is always positive. ليه always positive؟ عشان perfect square، وال 12 عندي positive، يبقى هنا then ال b minus ال a squared plus 20 is always positive. وده معناه ايه؟ ده معناه ان discriminant then discriminant is greater than ايه؟ مش هقول power equal، ده انا عندي هنا 20، يبقى greater than الـ a الـ 0، يبقى then the equation has real roots. المسألة اللي بعديها بيقول لي prove that for all real values of a except a equals 2، الـ equation دي has two real and different roots، يعني الـ b squared minus 4ac greater than الـ 0. طب الـ a عندي بكام؟ الـ A عندي بـ A minus 1، طب الـ B negative A، طب الـ C بـ 1، B squared minus الـ 4AC هت equals معانا، هيبقى عندي negative الـ A squared minus 4 times الـ A عندي A minus 1 times الـ C عندي بـ 1، اللي هي هنا هيبقى A squared، هنا هيبقى minus 4A plus الـ A plus الـ 4. طيب ناخد بالنا المنظر ده عبارة عن إيه؟ المنظر ده عبارة عن A minus L2 all over squared. طيب نبص هنا بقى، هل ده is always positive؟ هو always positive في حالة واحدة، في حالة ان الـ A ما تكونش 2، لان when A equals 2 هنلاحظ ان الـ A minus 2 squared هي equals معانا 2 minus 2 squared اللي هي هت equals معانا 0 power 2 اللي هي كام؟ اللي هي 0. وفي حالة ان الديسكريمنت بيكون بزيرو، التو روتس بيبقوا ريل اند ايكوال. هنا بيقول لي اند ايه؟ اند ديفرنت. يبقى انا لازم ما اخدش معايا الاي ايكوالز الاي ايكوالز 2. يبقى هنقول الاتي، هنقول كده البي سكويرد ماينس 4 اي سي از اولويز بوزيتيف از الاي ماينس 2 سكويرد از ا بيرفكت سكوير. تمام؟ but at a equals 2 b squared minus 4ac equals a equals 0. يبقى then the equation has real and different roots. when A بتبلونجس لمين؟ ل R except مين؟ except ال 2. Exercise 16 بيقول لي choose the correct answer from those given.
اول كوتشن معاه بيقول لي the two roots of the equation x squared minus 2 root 5x plus 1 equals 0 re. عايز يعرف نوع الروتس اللي ملاحظينه، ملاحظين ان 2 root 5 ده irrational. يبقى بغض النظر عن الديسكريمينانت سواء كان بيرفكت سكوير او مش بيرفكت سكوير، لازم الروتس عندي تكون ريل وirrational. يعني نبص كده البي سكويرد ماينس 4ac هتيكوالز ايه؟ هتيكوالز نيجاتيف 2 روت ال 5 اللي هي البي سكويرد، هيبقى ماينس 4 تايمز الاي ب 1 تايمز السي عندي بكام؟ برضه ب 1 اللي هي هتيكوالز النيجاتيف طبعا هتبقى بوزيتيف 2 سكويرد ب 4 4 تايمز 5 يديني 20 ماينس ال 4 ويتش از الايه؟ ال 16. يبقى انا عندي الديسكريمينانت طلع بالفعل بيرفكت سكوير، ومع ذلك مش هتبقى الروتس عندي ريل وراشونال. ليه؟ هنقول كده سينس ان البي is an irrational number يبقى then the two roots are real and irrational. يلا اللي بعديها. المسألة اللي بعد كده بيقول لي if a x squared plus b x plus c equals zero، وبيقول لي الايه بتبلونجس للار كونجكت. احنا بقالنا كتير جدا ما تعرضناش للار كونجكت. لما نيجي نفتكر الار كونجكت كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن الار بوزيتيف يونيون الار ايه؟ الار نيجاتيف. طب ايه المشكله؟ هي الار لوحدها كانت بتيكوالز ايه؟ الار لوحدها كانت بتيكوالز الار بوزيتيف يونيون الزيرو يونيون الار ايه؟ الار نيجاتيف. اوكي؟ يعني الار كونجكت هي الار بس من غير الايه؟ من غير الزيرو. طب ليه قال لي كده؟ لان الايه عندي لو ساوت الزيرو ما بقتش كوادراتيك ايكويشن، هتطير معايا الترم ده. فعلشان كده لازم نخلي الدومين بتاع الايه الار كونجكت. وبيقول لي البي عندي بتبلونجس للار، لان لو خدت البي زيرو مش مشكله، هتفضل برضو المساله معايا سكند اوردر. والسي بتبلونجس للار. وبيقول لي البي سكويرد ماينس 4 اي سي از نون بوزيتيف. ناخد بالنا قوي من كلمه نون بوزيتيف. نون بوزيتيف مينز نيجاتيف يونيون الايه؟ الزيرو. ناخد بالنا من دي قوي. نون بوزيتيف مينز نيجاتيف يونيون زيرو. اوكي؟ والنون نيجاتيف معناها بوزيتيف يونيون الزيرو. والكلام ده ليه؟ الكلام ده علشان الزيرو نيزر بوزيتيف نور نيجاتيف. يبقى لما يقول لي كلمه نون بوزيتيف دي مش معناها ان هو نيجاتيف وبس، لا، يا اما نيجاتيف يا اما زيرو. طب لو كان نيجاتيف يبقى التو روتس مالهم؟ دول كومبلكس، يبقوا كومبلكس وكونجكت لايه؟ تو ايتش اذر. طب وفي حاله الزيرو بيكونوا real and equal. طبعا دي ناقصه هنا، ما ينفعش اختار real and different، ما ينفعش اختار not real عشان هو دي موضحه اكتر، لان not real يعني complex، بس هنا complex وconjugate وهم بالفعل complex conjugate، يبقى مش هنختار دي. لكن دي عندي equal، لو لقينا دي real and equal نختارها برضو معانا. اوكي؟ طيب المساله اللي بعديها يقول لي if the two roots of the equation ديت are real and different. طالما ريل وديفرنت يبقى انا ضامن ان الديسكريمينانت عندي جريتر ذان الايه؟ الزيرو. طب الايه عندي بكام؟ الايه عندي هنا بكام؟ بايه. والبي عندي بكام؟ البي عندي بزيرو عشان ما فيش عندي اكس. طب والسي عندي؟ السي عندي بي. يلا بي سكويرد ماينس ال 4 اي سي هت ايكوالز البي سكويرد عندي بزيرو سكويرد، هيبقى ماينس 4 تايمز الاي بي تايمز السي عندي بي اللي هو هيكوالز نيجاتيف 4ab. يبقى الديسكريمينانت عندي انا شايفه نيجاتيف فاليو، بس هو بيقول لي ريل وديفرنت يبقى لازم يكون بوزيتيف. طب انا عندي نيجاتيف بره، وعشان هو يكون بوزيتيف يبقى يا اما الاي بنيجاتيف يا اما البي بنيجاتيف عشان ايه؟ تلاشي تاثير النيجاتيف ديت. يبقى لو الاي بي جريتر ذان زيرو لا، يبقى كده مفيش حاجه فيهم نيجاتيف. الاي بزيرو لا، الاي جريتر ذان زيرو والبي جريتر ذان زيرو لا، لازم واحد فيهم بنيجاتيف. طب الاي بي ليس ذان زيرو، الاي بي ليس ذان زيرو تضمن لي ان واحد فيهم بايه؟ بنيجاتيف، يا اما ايه؟ يا اما بي.
مسألة اللي بعد كده بيقول لي if A و B و C are real numbers وال A plus B plus C equals 0، التلاتة مع بعض بدون 0، وال A doesn't equals C. يعني ايه ال A doesn't equals C؟ يعني مثلا حاجة زي كده بيقول لي B plus C minus ال A، يعني ال C minus ال A ما ينفعش تكون بزيرو، لأن هنا لو هما الاتنين قد بعض يبقى ال C minus ال A بزيرو. طيب أنا عندي ال A plus ال B plus C بزيرو، ده معناه ايه؟ since إن ال A بلس ال B بلس ال C equals ال 0، يبقى أنا عندي ال B then ال B عندي حد equals negative C minus ال A، يبقى أنا عندي ال quantity دي حد equals A، يبقى then ال B بلس ال C minus ال A حد equals negative C minus ال A بلس ال C minus ال A، دي كده راحت مع دي كده هتديني negative ال 2A. أوكي؟ يبقى أنا كده عرفت إن دي كده ب 2A. ولما نيجي نشوف ال C بلس ال A ماينس ال B تدينا كام؟ ناخد بالنا هنا C بلس A. طب أنا عندي C بلس A، لو ودينا ال B الناحية التانية يبقى ال C بلس A تديني نيجاتيف ال A نيجاتيف ال B. يبقى ال C بلس A دي كلها بنيجاتيف B، يبقى دي هتيكوالز نيجاتيف B ماينس ال B اللي هي نيجاتيف 2B. طيب و A بلس ال B ماينس C؟ A بلس B، طب ما نودي ال C الناحية التانية، لأن أنا عندي هنا A بلس ال B بلس ال C بزيرو. يعني A بلس ال B تديني نيجاتيف C، يبقى دي عبارة عن نيجاتيف C ماينس ال C بنيجاتيف 2C. يبقى أنا عندي هنا وال A بلس ال B ماينس ال C هت equals نيجاتيف C ماينس C اللي هي نيجاتيف 2C. تمام؟ يبقى أنا ممكن أقول في المسألة دي إن ال A عندي بكام؟ بنيجاتيف 2A، وال B عندي بنيجاتيف 2B، وال C عندي بنيجاتيف 2C. يلا نجيب ال b squared minus 4ac، هتبقى negative 2b squared minus 4 times ال a negative 2a times ال c عندي بnegative 2c اللي هي 4b squared، هنا هيبقى minus 16ac. واحنا عندنا ان ال b بتequals negative c minus ال a اللي هي بتequals negative c plus ال a، يبقى أنا عندي ال b squared هت equals ال c plus ال a squared. يبقى هنشيل ال b squared ونحط ال value دي، يبقى دي هت equals كده 4 times c plus ال a squared minus 16ac. نكمل المسألة اللي هي هت equals هنا هيبقى 4 times c squared plus 2ac plus a squared، الكلام ده minus 16ac اللي هي هت equals هيبقى 4c squared بلس 8ac، الكلام ده بلس 4a سكويرد ماينس 16ac، دي ودي تديني ماينس 8ac، يبقى ده هيكوالز معايا 4c سكويرد ماينس 8ac، الكلام ده هيبقى بلس 4a سكويرد، ده اللي هيكوالز معايا 2c ماينس 2a all over سكويرد. يبقى انا عندي البي سكويرد ماينس 4ac طلعت بيرفكت سكوير. مش كده وبس، انا عندي الاي ما بتساويش السي، يعني ده مش قدام ما ينفعش يطلع بزيرو، يبقى ما فيش احتماليه ان البي سكويرد ماينس 4ac يديني زيرو، يبقى ده جريتر ذان زيرو، يبقى التو روتس لازم هيطلعوا ريل اند ديفرنت. طيب راشنال ولا مش راشنال؟ طبعا راشنال، يبقى ريل ديفرنت اند راشنال. المساله اللي بعد كده بيقول لي ان ويتش اوف ذا فولوينج كوادراتيك ايكويشنز ذا روتس ار كونجيجيت كومبلكس. الاي عندي هنا بكام؟ اولا دي سهله لان ممكن اعملها فاكتورايزيشن، عندي a تايمز a يديني 5 والديفرنس يديني 4، يبقى دي اكنها x ماينس ال5 تايمز x بلس الاي ال1 تديني 0، يعني x ماينس 5 ايكوالز 0 اور الx بلس ال1 ايكوالز 0، يبقى هنا عندي الx ايكوالز 5 اور الx عندي هت ايكوالز ايه؟ نيجاتيف 1، يبقى ما ينفعش اختار التشويس ده لان الروتس عندي طالعه ايه؟ طالعه ريل. طيب اللي بعد كده يلا نشوف الاي والبي والسي. الاي عندي روت 3، البي عندي روت 5، السي عندي نيجاتيف 1. طيب بي سكويرد ماينس 4 اي سي هت ايكوالز بي سكويرد بروت 5 سكوير ب 5، هيبقى ماينس 4 تايمز الاي روت 3 تايمز السي عندي نيجاتيف 1 اللي هي هت ايكوالز هيبقى 5، يبقى بوزيتيف 4
روت 3 ودي طبعا على طول جريتر زين ايه 0، يبقى برضو يبقى ما نختارش دي معانا. طب نشوف اللي بعد كده، الاي عندي ب 1، البي عندي نيجاتيف 3 روت 2، السي عندي بكام؟ السي عندي ب 4. يلا البي سكويرد ماينس 4 اي سي هت ايكوالز نيجاتيف 3 روت 2 سكويرد، تبقى 9 تايمز تبقى 18، هيبقى 18 ماينس 4 تايمز 1 تايمز 4 اللي هي 18 ماينس 16 which is ال 2، ودي برضو هتديني real and different، يبقى مش هينفع نختار دي، يبقى واضح ان هي هتبقى دي. بس يلا نتأكد، ال A عندي ب 3، ال B عندي negative root 7، ال C عندي ب 5، يبقى ال B squared minus 4 AC هت equals negative root 7 squared minus 4 times 3 times 5 اللي هي تبقى 7 minus 60 اللي هي negative 53، وبالفعل less than 0، يبقى دي هي اللي ايه هتديني complex conjugate. المسألة اللي بعد كده بيقول لي if the roots of the equation ديت are conjugate complex then A belongs to A. طالما conjugate complex يبقى لازم ال discriminant b squared minus 4ac يبقى less than A less than 0. يبقى انا عندي هنا ال b squared minus 4ac less than A less than 0. طب انا عندي ال A بكام؟ ال A عندي ب 1 وال B عندي بكام؟ negative 2 root 2 وال C عندي ب A. اوكي؟ طب البي سكويرد عندي تبقى نيجاتيف 2 روت 2 سكويرد، الكلام ده ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي ب ايه، الكلام ده لزن ايه لازم يبقى لزن 0. طيب 2 سكويرد ب 4 4 تايمز 2 يديني 8 والنيجاتيف بقت بوزيتيف يبقى 8 ماينس 4 اي لزن 0، يبقى نيجاتيف 4 اي لازم تكون لزن نيجاتيف 8، نديفايد اوفر النيجاتيف 4 وما ننساش نغير الكونسترين ده نخليه كده، يبقى انا عندي الاي تبقى جريتر ذان الاي ال2. يبقى الاي عندي هنا هتبلونجس لمين؟ لل2 والانفينيتي. المساله اللي بعد كده بيقول لي اي وبي وسي ار ريل نمبرز ذن بروف ان التروث الايكويشن دي ار ريل. طالما ريل ناخد بالنا لازم بي سكويرد ماينس 4 سي جريتر ذان اور ايكوالز 0، لان هما لو التو روتس ريل وديفرنت او ريل وايكوال الاثنين بيطلعوا ريل، لازم ناخدهم في الحسبان. يبقى في المساله دي لازم نثبت ان البي سكويرد ماينس 4 اي سي جريتر ذان اور ايكوالز الايه ال 0. طب نظبط شكل المساله الاول، انا عندي هنا اكس سكويرد الكلام ده بلس 2 اي اكس بلس اي سكويرد، نجيب لها البي والسي ماينس بي سكويرد ماينس سي سكويرد ايكوالز ال 0. الاي عندي بكام؟ الاي عندي ب 1، البي عندي ب 2 اي، السي عندي ب اي سكويرد ماينس البي سكويرد ماينس السي سكويرد. يلا نجيب البي سكويرد ماينس 4 اي سي ونشوف هل فعلا هتطلع اكبر من ال 0 ولا لا. ده هي ايكوالز ايه؟ هيبقى ال 2 اي سكويرد ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي بالفاليو دي اللي هي اي سكويرد ماينس بي سكويرد ماينس السي سكويرد اللي هي هتيكوالز هنا 4 اي سكويرد، هيبقى هنا ماينس 4 اي سكويرد بلس 4 بي سكويرد بلس 4 سي سكويرد. دي كده راحت مع دي كده تديني الايه؟ تديني 4 بي سكويرد بلس 4 سي سكويرد اللي هي ايه؟ اللي هي 4 بي سكويرد بلس السي سكويرد، اند ال 4 times b squared plus c squared is always positive. وما ينفعش تاخد 0 لان انا عندي دي positive value، ال b squared هيديني positive وال c squared positive، positive plus positive يديني positive times 4 يديني positive، يبقى ما ينفعش اصلا تديني 0. يبقى since ان ال b squared minus 4ac greater than 0 not equal، هنا مش هينفع اقول اور ايكوال، اي نعم هو ال ريل لكن اللي طلع معايا جريتر ذان الزيرو مش ايكوال، لان دول مستحيل يكونوا زيرو. يبقى ذان ذا تو روتس ار ريل اند ديفرنت. ريل اند ديفرنت هو بيقول لي ريل، طبعا ريل اند ديفرنت سبسيت من الريل، يبقى المساله برضو ايه
قدرنا نعملها بروف. المسألة اللي بعد كده بيقول لي بروف ذات ان التو روتس الايكويجن ديت ار اولويز نوت ريل. ناخد بالنا نوت ريل يعني البي سكويرد ماينس 4 اي سي ليس ذان 0. يبقى احنا هنطلع بي سكويرد ماينس 4 اي سي وهنلاقيها ليس ذان 0. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي if a بتبلونجز للار كونجكت. احنا قلنا ان الار كونجكت دي عباره عن الار بوزيتيف يونيون الار نيجاتيف او عباره عن الار ديفرنس الايه الزيرو. يعني بيقول لي ما ينفعش الايه تاخد الزيرو. يلا مع بعضنا الاول نوضح شكل المساله. طب اعملها ازاي؟ هل اعمل مالتيبليكيشن باي ليست كومن مالتيبل اللي هو ده تايمز ده تايمز ده؟ طب انا عندي طريقه ثانيه، انا ممكن هنا اجيب كومن دينومينيتور واعمل البرودكت بتاع مين بيكوالز البرودكت بتاع الاكستريم وافرضها على السطر. يعني تمشي ازاي المساله؟ نقول كده عندي هنا 1 وعندي هنا اكس بلس الاي هات ايكوالز، نعمل هنا اي تايمز اكس ونعمل فوق هيبقى ده ديفايد ده يديني ايه؟ من عندي هنا ايه فوق بلس مين؟ بلس الاكس. ونعمل ده تايمز ده بيكوالز ده تايمز ده يبقى زين اي بلس الاكس تايمز اي بلس الاكس هيكوالز معانا الاي اكس. اوكي يبقى انا عندي اي سكويرد بلس توايس اي اكس بلس الاكس سكويرد هيكوالز معانا الاي اكس. نجيب دي هنا يبقى الاي سكويرد بلس توايس اي اكس بلس اكس سكويرد ماينس الاي اكس ايكوالز زيرو. يعني الاي سكويرد بلس اي اكس بلس اكس سكويرد ايكوالز ايه ايكوالز زيرو. يلا نرتب شكل الايكويشن. يبقى الايكويشن بتاعتي اكس سكويرد بلس اي اكس بلس اي سكويرد ايكوالز كام ايكوالز زيرو. يلا نطلع اي وبي وسي. الاي عندي ب1 البي عندي باي السي عندي باي سكويرد. يلا نجيب بي سكويرد ماينس الفور اي سي اللي هي البي سكويرد يعني اي سكويرد يبقى ماينس الفور تايمز الاي ب1 تايمز السي بكام؟ باي سكويرد اللي هي هتبقى اي سكويرد ماينس 4 اي سكويرد اللي هي ماينس 3 اي سكويرد. اوكي طيب في حاله ان الاب زيرو، في حاله ان الاب زيرو ده هيبقى بزيرو وبالتالي الروتس هتطلع عندي ريل وايه ريل وايكوال. طيب هنا بقى سنس ان الاي سكويرد از اولويز بوزيتيف جريتر ذان زيرو يبقى زين نيجاتيف 3 اي سكويرد لازم هيبقى للزن زيرو. يبقى زين البي سكويرد ماينس 4 اي سي للزن زيرو. وطالما الديسكريمنت للزن زيرو زين ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن اور نوت ريل. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 2 تعرفنا فيه ازاي نحدد التايرز بتاعت الروتس للكوادراتيك ايكويشن، وعرفنا لما تكون بي سكويرد ماينس 4 اي سي جريتر ذان 0 بيبقوا ريل اند ديفرنت، ولما بيكون بي سكويرد ماينس 4 اي سي ب 0 بيبقوا ريل وايكوال، ولما البي سكويرد ماينس 4 اي سي اللي هو الديسكريمنت للذان 0 بيبقى الروتس عندي كومبلكس اند كونجكت. الدرس يعتبر سهل جدا مفيش فيه اي مشاكل، حتى المسائل بتاعته في الغالب كلها سهله. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم إن شاء الله.